بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم بالمحاضرة الخامسة في الكورس Document and Information Management كورس. يا شيخة بنعتذر المحاضرة اللي فاتت ما كنتش قادرة إن أنا أكون متواجدة معاكم لظرف عائلي، الحمد لله. فإن شاء الله النهاردة بإذن الله هنبتدي نكمل الجزء اللي إحنا أخدناه. هذا في مديول نمبر 1 اللي هو Foundations of Document and Information Management. بس احنا النهاردة عندنا مفاجأة، ان احنا الستراكشر بتاع الكورس هنغيره. بمعنى ان احنا الفترة اللي فاتت المحاضرات كانت بتعتمد على الجزء النظري اللي هو التعريفات، الستاندر مثلا، الحاجات دي. إنما ابتداء من دلوقتي إحنا هنبتدي إن إحنا نشتغل على حاجات عملية، فمش هينفع بقى موضوع الإلقاء إن أنا أدرس جزء كده وإنتوا تقعدوا تسمعوا بس. فإحنا هنغير الستراكشر بتاع الكورس بإن إحنا هنبتدي نخلي في الجزء الأولاني جزء من المناقشة، حوالي مثلا كده أول نص ساعة مناقشة في اللي إحنا ما سبق إن إحنا أخدناه، وبعدين هنبتدي ندي الجزء بتاع المحاضرة اللي احنا هناخده، وفي آخر المحاضرة هنطرح أي حاجة للأسئلة، نطرح جزئية للأسئلة. بس في الجزء بتاع المناقشة ده المرة دي بس احنا هسأل حضراتكم وهديلكم مثلا دقيقة للإجابة، وحضراتكم هتتفضلوا ان انتوا تكتبوها في الشات الموجودة عندكم في الزوم. تمام، هنخلص ان شاء الله بإذن الله المحاضرة النهاردة ونبتدي نشوف إجابات الناس. هنشوف أكتر خمسة في الناس المتواجدين متفاعلين معانا وإجاباتهم مختصرة وصحيحة وفي التايم، وهياخدوا سكور نقدر نقول إن هو مثلا نجمة. تمام، وهيعلن عنهم المحاضرة الجاية في أول المحاضرة الجاية إن هما دول الخمسة الأكثر تفاعلا، أكثر نتائج صحيحة، إجابات صحيحة، واللي هما جاوبوا في الوقت اللي مسموح به. تمام، إن شاء الله بإذن الله في آخر الكورس هنختار ثلاثة من ضمن الناس اللي هي واخدة أكتر ستارز أو أكتر سكور اتفعلت معنا في الكورس. تمام؟ فبالتالي الثلاثة دول إن شاء الله هياخدوا شهادة تقدير من الأكاديمية بإن هما كانوا أكتر الناس تفاعلا في الكورس بتاعنا. يعني دي حاجة كده إحنا حاولنا إن إحنا نغير شوية عشان نبطل بس حالة الملل وشوية الجزء النظري اللي احنا بيبقى ممل ده. تمام، فخلينا نقول ان المحاضرة النهاردة بلاش ان احنا نقول ان هي مثلا evaluation، مثلا ان الجزء اللي فات ده جزء بتاع evaluation، خلينا نقول ان هو مثلا discussion. تمام، طيب اول حاجه احنا اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الستاندرد بتاعه الايزو. خلينا نبتدي بقى دلوقتي نظبط التايمر علشان نقدر نقول ان كل اجابه، كل سؤال احنا هنقوله هيتجاوب في دقيقه واحده بس. تمام، 60 ثانيه. 60 ثانيه ده وقت طويل جدا علشان نقدر نجاوب فيه سؤال سؤال. هنحاول نراجع الجزئيه بتاعه الستاندردز اللي فاتت. انا يمكن نوهت امبارح على الجروب وعلى على الفيسبوك ان احنا يا ريت نراجع الستاندرد قبل محاضره النهارده، فهنراجع النهارده ان شاء الله باذن الله، بس طريقه مراجعتنا هتبقى مختلفه شويه. هنظبط بس التايمر وايه ونبتدي مع بعض. يلا يا جماعة جاهزين؟ حد سامعني؟ طب
طب ممكن لو حد سامعني يكتب رقم واحد عشان بس نتأكد ان هما كلكم سامعين. تمام بالظبط، اوكي. طيب اول حاجة احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت ان هو ايه هو الايزو، فيا ترى ايه هو تعريف الايزو؟ احنا كان في ستيتمنت كده اتكلمنا عنها، قلنا الايزو مش ايه، هو عبارة عن ايه. بدأنا العدد. تمام، كواليتي مانجمنت، جودة مراحل الإنتاج، نظام إدارة الجودة. تمام، كواليتي مانجمنت سيستم. أوكي، بس إحنا قلنا عليها كلمة واحدة بس. فاضل 5 ثواني. تمام، انتهى الوقت. احنا كنا بنقول ان الايزو مش شهادة، الايزو ستاندر. قلنا الهدف من الايزو ان الشركة لما تمشي عليه بتكون بتطبق معايير بتساعدها ان هي تطلع منتج بشكل كويس. تمام؟ طيب ايه الهدف من شهادة الايزو؟ السؤال التاني. الحصول على الاعتماد، تطبيق معايير موحدة للوصول لأفضل منتج. صح يا أستاذ محمد وفاء، شركة تثبت إنها بتطبق معايير الجودة المطلوبة. التأكد من مطابقة المنتج للمعايير خلال جميع مراحل الإنتاج. تمام، تأكيد الجودة العالية فعلا. احنا هنا بنقول ان هي قواعد ثابتة بتساعد الشركة ان هي توصل للهدف بتاعها بغض النظر عن نشاطها ايه. كنا بنقول كمان ان احنا نتأكد ان الشركة دي بتحط الاهداف بتاعتها، بتقول لك ان انت تخطط ازاي، وان انت عشان تتأكد ان انت شغال على ستاندر عالمية. بالظبط كده، هو معيار عالمي، لازم الشركة تبقى عارفين ان الشركة دي ماشية على الكواليتي العالمية. تمام. طيب ايه هي القواعد اللي تم وضعها لبناء المواصفة؟ احنا كان عندنا 6 قواعد، اللي يقول منهم 4 يبقى زي الفل. هنبتدي برضو التايم. لا مش البي دي كي. لا مش هو ده. احنا بنقول القواعد اللي حطها الايزو علشان يبني الستاندرد بتاعته. الايفالويشن. لا مش من ضمنهم الايفالويشن. البلانينج. لا لا برضو. احنا كنا قلنا القواعد اللي حطها الايزو عشان يبني الستاندرد بتاعته، قلنا 6 قواعد. اول حاجة كاستمر فوكس، وضع العميل
في مركز الاهتمام. اتنين المانجمنت كوميتمنت او الليدرشيب، دور الاداره العليا في المؤسسه. ثلاثه الامبلوي انجيجمنت، ادماج الموظفين في الكواليتي. اربعه evidence based decision، ان الشركه مش بتاخد قراراتها الا بناء على بيانات كامله وصحيحه. رقم خمسه risk based thinking، التفكير بناء على المخاطر اللي بتقابل الشركه. رقم سته improvement، ان الشركه ما ينفعش ان هي توصل لمستوى معين من الاداره وتقف عنده، لازم يكون عندها تحسين مستمر طول الوقت في نظام الاداره. سؤال ده ما حدش جاوبه. طيب احنا كنا نتكلم بعد كده اول حاجه على context of organization، تمام؟ يا ترى هو ايه هو سياق المنظم، او ايه هي الاسئله اللي كان بيسالها الكواليتي او الايزو علشان يتاكد ان الشركه دي فاهمه سياق المنظمه صح؟ كان في سؤالين ثلاثه كده كان دايما الايزو بيسالهم عشان يتاكد ان الشركه فاهمه سياق المنظمه. لا البوليسي بعيد عن هنا، كواليتي بوليسي بعيد عن هنا تمام. لا برضو عملية موثقة ولا لا برضو مالهاش علاقة هنا. تمام تحديد المنافسين صح، فهم متطلبات العميل صح برضو، دراسة السوق SWOT analysis ممكن. برافو نقاط ضعفهم وقوتهم. طيب احنا في الاورجانيزيشن في الكونتكست اوف اورجانيزيشن كنا بنسال هل الشركه فاهمه سياق السوق ولا لا، فاهمه طبيعه العمل ونشاطها بالتفصيل ولا لا، هل هي محدده المنافسين، محدده نقاط الضعف والقوه، محدده الفرص والمخاطر، محدده الاطراف المهتمه، محددة احتياجاتهم بالظبط وعارفة احتياجات الأطراف دي إيه بالظبط، هل هي عندها نظام إدارة جيد ولا لا، هل هي عندها مانجمنت ديبارتمنت كويسة ولا لا، هل هي محددة السكوب اللي هتاخد عليه الشهادة، ولا هي بالنسبة لها هتاخد السكوب ولا هي هتاخد الشهادة على كل السكوبس الموجودة عندها في الشركة. فده برضو من الأسئلة المهمة. تمام ندخل بعد كده في إيه في الليدرشيب. طيب الايزو بيدور على ايه في الجزئيه او في الكلوز ده؟ كان في حاجه واحده الايزو بيدور عليها في الجزئيه دي عشان يتاكد منها، وترى ايه هي الحاجه دي؟ كان بيدور على ايه؟ الادوار والمسؤوليات صح، التزام الاداره بتطبيق الجوده بروف سوشيالز اللي كان مذاكر، وضع نظام ثابت مهما تغير الافراد عليه ممكن. يوصل المعلومه لصاحبها. لا دي مش مكانها. تطبيق الجودة والالتزام بيها بروف. البوليسي اختيار العاملين تمام. الايزو كان عاوز يطمن ان الادارة العليا للشركة ملتزمة بمتطلبات الكواليتي ومتأكدة ان هي بتنفذها وبحاطة بوليسي ليها، وعاوزه ومعرفه البوليسي دي ونشر البوليسي دي ما بين الموظفين. تمام طيب كان في شويه بنود بتبين التزام الاداره، حد فاكر حاجه من البنود دي؟ كانت بنود كتيره قوي كده بتبين ان الاداره دي ملتزمه باداره الجوده ولا لا، او ملتزمه بالبوليسي دي ولا لا، حد فاكر منها حاجه؟ improvement. لا مش هنا مكانها ال improvement. performance evaluation. لا ولا ال performance
performance evaluation دي ليها rules لوحدها بالظبط، أن يتم نشر التعليمات في مكان واضح لكل عميل بالظبط باستمرار على تطبيق الأودت. الأودت برضو مكانه مش هنا يا أستاذ يحيى. استبيان آراء العملاء، إن العامل المعايير تكون مكتوبة وواضحة لكل العاملين، التوعية، مانجمنت ريفيو، مانجمنت ريفيو برضو مكانها مش هنا. السؤال كان بيقول ايه هي بنود التزام الإدارة؟ ايه الحاجات اللي الإدارة بتعملها بتبين ان هي ملتزمة بالكواليتي؟ في حاجات كتير جدا ممكن تبين ان الإدارة دي ملتزمة بالكواليتي ولا لا. اول حاجة، إدارة الشركة مسؤولة عن تنفيذ نظام إدارة الجودة في الشركة. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وضع السياسات والإجراءات اللي بتضمن بها تنفيذ الجودة بشكل فعال في الشركة. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد إن كل الإجراءات والسياسات اللي محطوطة في الشركة لا تتعارض مع متطلبات الكواليتي. إدارة الشركة مسؤولة عن دراسة وحساب كل المخاطر اللي ليها تأثير سلبي على الجودة. إدارة الشركة مسؤولة عن توفير الموارد اللي بتساعد على تنفيذ الكواليتي بشكل فعال. إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وصول كل المعلومات لكل واحد في الشركة ليه تأثير على الكواليتي، يعني كل الناس. إدارة الشركة مسؤولة إن كل موظف في الشركة عارف مسؤولياته تجاه الكواليتي، وجزء من مهامه اللي بيتحاسب عليها هي مراعاته لمتطلبات الكواليتي في شغله، مش بس مراعاته للتاسكس اللي هو بيعملها. إدارة الشركة مسؤولة عن إن أهداف الجودة تتحقق وتوفر الموارد المطلوبة. إدارة الشركة مسؤولة عن رعاية عمليات التطوير والتحسين، إزاي بإن هي تفتش على الأيزو، وإن إزاي الأيزو بيعرف يفتش إن الشركة دي بتعرف تعمل المهام دي ولا لا. تمام، كل البنود دي بتقول لنا ان الشركه دي بتعرف ان هي تطبق الايزو. طيب كان في امثله للكاستمر فوكس. تمام، ايه هي امثله الكاستمر فوكس؟ كان هما مثالين اللي احنا ضربناهم كانوا عباره عن ايه؟ حد فاكر؟ المتابعة المستمرة على الأفراد، خدمة العملاء، برافو، خدمة العملاء صح. إيه تاني؟ customer requirement. هي customer requirement هنا بتبقاش موجودة هنا، بس يعني هو هقول لك على إيه. احنا كنا بنتكلم عن حاجتين الشركة كانت بتعملهم علشان تعرفنا ان هي حاطة ان احتياجات العميل هي اكتر حاجة متمركز، يعني هي اكتر حاجة بتركز عليها. يعني ايه الالتزام بالشكل العام؟ مش واضح. متابعة ما بعد البيع، تمام، المتابعة والتقييم برضو، ما حدش اي الاستبيان، برافو. الاستبيان قلنا ان هي بتعمل حاجتين. قلنا ان هي بتعمل استبيان كاستمر سيرفي، وبتعمل كاستمر كومبلين. قلنا ان الكاستمر سيرفي ده اللي هو خدمه ما بعد البيع، الناس اللي بتتصل بحضرتك تتاكد ان هي الخدمه دي تمام، وان هو حصل ان حضرتك راضيه عن الخدمه اللي هي اللي هم قدموها لك، اللي هي بتبقى موجوده مع الناس بتوع التكييفات، شركات الاتصالات اللي بتعمل القصه دي. وفي كمان بيبقى هي بتبقى حضرتك بتبقى محدد تشانل لشكاوى العملاء، ان هو لو العميل عنده مشكله يعرف عنده رقم مختصر، عنده اي حاجه يقدر يتصل بحضرتك بيها عشان يعرف يوصل المعلومه دي. طيب ده كان بالنسبه للليدرشيب. بالنسبه للبلاننج بقى، احنا كان عندنا، احنا ناقشنا في البلاننج ثلاث حاجات. بلاننج فور بلاش دي. طيب احنا ناقشنا ثلاث حاجات في البلاننج، حد فاكر حاجه منهم من الثلاثه؟ أو المواصفة بتتكلم عن ثلاث items في البلانينج. For risk, quality objectives، تمام. Objectives، لا سكوب هنا مش هنا خالص. في واحدة كمان،
change بالظبط بروف. إدارة الموارد، الموارد مش هنا خالص، هي الـ objectives مش الموارد. تمام، احنا اتكلمنا في التخطيط عن ثلاث حاجات: planning for objectives, planning for risk, planning for change. طيب واتكلمنا ان احنا ازاي ان احنا نحط الهدف، وازاي نحط خطط علشان نعرف نحقق الهدف، وازاي ما يحصلش تضارب عندنا ما بين الاهداف، وازاي اقيس الاهداف واقدر احاسب عليها. طيب ده بالنسبه للobjectives. طب بالنسبه للريسك، قلنا ان انا ازاي اعرف احدد المخاطر وازاي اعرف اتعامل معاها. وبالنسبه للتشينجز قلنا ان احنا ازاي نبدا ابدا ان انا اتعامل مع المتغيرات واحددها واحدد اهميتها واحدد تأثيرها على بقية الأهداف اللي عندي التانية. تمام، وأقدر إن أنا أقيس الريسك بتاعي. طيب إحنا كنا قلنا إن في الهدف الصحيح ليه شروط معينة، يا ترى إيه شروط الهدف الصحيح؟ كان عندنا أكتر من شرط للهدف، يا ترى إيه هو؟ قابل للتنفيذ، قابل للقياس، محدد بمدة، achievable، تمام، consider implement، smart، يحقق القيمة المرجوة في المشروع، monitored، time related، بالظبط قابليته للقياس، ايه تاني؟ time schedule، قابلية للمتابعة والقياس والتحقق منه على أرض الواقع، بالظبط. responsibilities هنا مش هنا خالص. احنا قلنا ان احنا عندنا الهدف، الهدف لازم يكون specific محدد، يمكن قياسه achievable، related مرتبط بأهدافه التانية، ليه فترة زمنية للتحقيق، يعني ليه تايم فريم، مش حاطه كده يعني في من غير أي تايم فريم، بيتوافق مع البوليسي بتاعة الشركة، بيبقى كوميونيكيتد، بيبقى بنقدر إن إحنا بيكون في تواصل مع كل اللي هيشتغلوا على الهدف ده. وبعد كده قلنا إن هو مونيتور، ممكن إن هو نقدر إن هو نتتبعه ونحاسبه، أو إن إحنا نقدر إن إحنا نتتبعه وابتدى ان انا بقدر ان انا اتتبع الهدف واحسب له هل هو صح ولا غلط، وان هو لازم يكون بلاند، وان لازم يكون في حد مسؤول عنه، ريسبونسبل، يعني حاطين حد عشان يبقى مسؤول عن الهدف ده، وان انا لازم احدد لكل اوبجكتيف الموارد اللي هو محتاجها للاوبجكتيف دي عشان يتنفذ، وان هو لازم يكون مكتوب بشكل واضح اللي هو احنا قلنا توثيق الاهداف، بالظبط كده. دي برضو حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا هنا الريسك، ازاي اقدر اعمل تخطيط للريسك، ازاي ان انا اقدر اعمل بلان للريسك. كان يعني في برضو عندنا كده شوية خطوات اتكلمنا عنها. ريسورس، هي الريسورس دي للريسك ولا لل لا هو احنا لسه ما اتكلمناش عن التشينج والريسك، نحددها ونحط خطة للتعامل معها وقت حدوثها. تمام، كونسيدر بلان، اعمل خطة لكيفية مواجهة المخاطر. تمام، ما احنا ازاي بقى، احنا قلنا ان في خطوات عشان نعمل البلان للريسك.
احنا قلنا اول حاجه ان احنا نعمل لسته بكل المخاطر اللي ممكن تواجهها المنظمه في اثناء عمليه التشغيل. ادي واحد. اتنين، ابدا اتوقع معدلات تكرار المشكله دي. ثلاثه، اقيس شده خطوره الريسك اللي انا بتكلم عنه ده. بعد كده اربعه، نحط خطه لمنع حدوث الريسك ده، يعني ان انا مثلا لو انا عندي مشكله في معده ولا حاجه، ان انا لا اما ان انا ابتدي ان انا اعمل صيانه عليها في فترات قصيره، او ان انا ابتدي ادرب العاملين ان هي لو حصل لها حاجه ان هو يتعامل مع الريسك ده ازاي. رقم خمسه، تنفيذ خطه منع الريسك. رقم سته، قياس الاجراءات اللي عملتها على الريسك عشان اقدر اشوف ان هي فعلا مجديه، الريسك بلان اللي انا عملتها دي والدراسه اللي انا عملتها دي مجديه ولا لا. واخر حاجه، ان انا لازم يكون كل ده حاجه مكتوبه علشان لما يجي حد غيري يعمل الاستادي ده يبقى ما يبداش من فروم سكراتش، يبقى بادئ على انا يبني على انا بداته وان انا عملته قبل كده. طيب احنا قلنا برضو ان التخطيط للمتغيرات بيبقى له اصول او بيبقى له شروط. انا ازاي بقدر اخطط للمتغيرات؟ هو control of change أو plan of change. أستاذ علاء واخدها كوبي من حتة وبيحطها لنا بيست هنا. هو مش ده الهدف على فكرة، هو الهدف إن حضرتك تبقى فاكر إحنا بنتكلمنا في إيه المرة اللي فاتت. تحديد المخاطر المهمة والغير مهمة دي كانت في الريسك مش في التشينج. بالظبط كده، الهدف من التغيير وتوقع النتائج، control of change. توقع سوء العمل واختيار الأفضل. مسؤوليات وصلاحيات. طيب البلان فور تشينج احنا اتكلمنا عنه في ست نقط. قلنا اول حاجه لازم نحدد الهدف من التغيير، انا بعمل التغيير ده ليه. اتنين، لازم اكون متوقع النتيجه اللي هتحصل من التغيير ده ومخطط لها وعامل حسابي ان هيطلع شكل التغيير ده عامل ازاي. ثلاثة، اشوف ايه الريسك اللي ممكن تحصل لي بسبب التغيير اللي حصل ده. رقم أربعة، نحدد الموارد اللي احنا محتاجينها علشان نعمل التغيير ده. خمسة، لازم نحدد المسؤوليات والصلاحيات للتغيير اللي هيتم ده. ستة، لو التغيير ده مرتبط بهدف لازم بعد عملية التغيير دي أرجع تاني أغير الهدف، أو أرجع تاني أشوف، أو يعني أرجع تاني أدرس التغيير وأدرس الهدف اللي خلاني أغير عشان. تمام، دول كده الست حاجات اللي هي plan for change اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. طيب ندخل بعد كده في السبورت. كنا اتكلمنا عن السبورت وكنا بنتكلم اتكلمنا عن ايه هي الحاجات اللي حددها الايزو علشان تعمل شغلك. الايزو اتكلم في شويه حاجات كده، قال لك علشان تقدر ان انت تبتدي تعمل شغلك محتاج شويه حاجات. حد فاكر حاجه من الحاجات اللي هو اشترط ان هي تكون موجوده عندك في الشركه علشان الناس تقدر تعمل شغلها؟ طيب كنا اخر حاجه بنسال فيها ايه هي الحاجات اللي بيحددها الايزو علشان تعمل شغل. قلنا اول حاجه كنا بنتكلم فيها البيئه التحتيه الانفراستراكشر. تمام، اتنين، البيئه المحيطه الانفايرومنت اللي انت شغال عليها. ثلاثة، الكوميونيكيشن اللي هي الحاجات اللي انت كنت انت مين لما تحتاج ايه بتعمل ايه علشان تعرف توصل له، وايه هي وسيله الاتصال اللي انت بتبقى عاملها. تمام، رقم أربعة كانت الموارد البشرية اللي هو الأويرنس وكفاءة الموظفين وانت ازاي بتقدر تعمل شغل ده والتريننج. آخر حاجة كنا اتكلمنا فيها اللي هي الدوكيومنت انفورميشن، ان لازم كل حاجة انت بتعملها في الشركة بتاعتك لازم تكون موثقة، والعملية اللي هم اللي هي اللي ما بتتوثقش او ما بتتكتبش تعتبر ان هي ما اتعملتش. تمام، بعد كده اتكلمنا تاني في ايه؟ اتكلمنا في الاوبريشن. كنا بنتكلم ان التخطيط للتشغيل ازاي كان بيتم التخطيط للتشغيل. احنا كنا بنخطط للتشغيل، كنا بنخطط للتشغيل ازاي؟
planning and control responsibilities. ايه كمان؟ المراجعة والقياس دراسة الجدول المتكاملة. تصميم وتطوير المنتج. تمام. طيب أول حاجة إحنا كنا بنتكلم عنها، كنا بنقول أول حاجة التصميم أو التخطيط لعملية التصميم، اتنين تحديد مدخلات عملية التصميم، ثلاثة تحديد مخرجات عملية التصميم، أربعة مراقبة أو التنفيذ اللي هو علشان أعرف إن الإنبوتس زي الأوتبوتس ولا لأ، عشان كده لازم أراقب المدخلات زي المخرجات ولا لأ. تمام. فدي كده كان التخطيط للتشغيل. طيب ازاي بيتم تحديد متطلبات العمل؟ نرجع بقى ونقول ازاي بيتم تحديد متطلبات العميل. دراسة متطلبات العميل وتوثيقها. تمام. دراسة متطلبات السوق، تحديد المتطلبات بشكل موثق، المراجعة مع العميل لمعرفة مدى رضاه ودراسة احتياجاته، دراسة السوق وقياس رضا العميل، التوثيق، دراسة السوق وقياس رضا العميل. تمام. السيرفي، لا السيرفي مش هنا. احنا بنعرف الريكويرمنت بتاعت العميل من خلال ثلاث حاجات، اولا جمع احتياجات العميل، ثانيا تحديد كل اللي هل الاحتياجات قابلة للتنفيذ ولا لا، وهل ان احنا ممكن نجمع اكتر من احتياج في وقت واحد ولا لا، يعني ممكن ان احنا نجمع الطلبات دي كلها مع بعض ولا مش ممكن. فلما اجي احدد الريكويرمنت بتاعتنا لازم احدد احتياجاته واتاكد ان هي دي طلباته الفعلية. تمام. طيب بالنسبة للتصميم ازاي بيتم، احنا قلنا خلاص مراحل التصميم. تمام. احنا عندنا الاكسترنال بروفايدرز، احنا ايه عندنا شروط الاكسترنال بروفايدرز اللي احنا اتكلمنا فيها؟ كان عندنا شويه شروط، او انا بيهمني ليه ان الاكسترنال بروفايدر اللي انا بتعامل معاه، السبلاير اللي انا بتعامل معاه يبقى عنده نظام اداره جيد. اهو غششتكم اول حاجه من السؤال. تحديد مواصفات المنتج responsibilities عشان تكون الخدمة المقدمة على نفس قياس الجودة بتاعت دراسة احتياجات العميل، quality standard. تمام. هذا quality standard صح. qualifications تحديد الكميات، معرفة طرق توصيل الاحتياجات المطلوبة. طريقة التسليم. تمام.
حتى يتم اتباع نهج الجودة للحصول على المنتج المطابق للمواصفات. في الاكسترنال بروفايدرز احنا بنبقى عاوزين نتأكد من اكتر من حاجة. اولا لازم يكون المورد عنده نظام إدارة جيد، تمام؟ لازم يكون في بيننا اتفاق او تعاقد بشكل مفصل في المواصفات والمواعيد والكميات وطريقة الاستلام. بعد كده لازم تحدد معايير الاستلام مستقل، يعني هتقول له ان انا هستلم الخامات الفلانية بالشكل الفلاني، حضرتك محدد المعايير دي مسبقا علشان ما تجيش وقت الاستلام ان انتوا تتخانقوا في ان هي مش هي دي اللي انتوا متفقين عليه. اخر حاجه نظام تقييم الموردين، عشان لو مورد عندك ما بقاش موجود عندك يبقى انت خلاص عندك بديل تقدر تتعامل معاه. طيب احنا بعد كده اتكلمنا على البروفيجن، حد فاكر حاجه عن البروفيجن؟ ايه هو البروفيجن؟ محتاج اعرف ايه صورة الاحتياجات المطلوبة؟ لا مش فاهمة ايه. لا دي، لا دي يعني لا دي تبع ايه؟ كل المواصفات بالظبط كده، كل المواصفات الفنية، التوريد، احتياجات المنتج، quality control، identification. تتبع بالظبط، التحكم في التغيرات، تثبيت المواصفات بالظبط، supply action، متابعة المواصفات وتتبع تعديلها وتوثيقها، تحكم، عمليات تتبع المنتج، وضع نظام حماية لإدارة الوثائق. لأ ده أنا طيب كنترول. طيب البروفيجن ده بيبقى عبارة ان انا محتاج اعرف كل مواصفات الخدمة او المنتج اللي انا بقدمها، كل المواصفات والسبيسيفيكيشنز بتاعت الخدمة دي عشان ابقى فاهم الخدمة دي عبارة عن ايه. اتنين، محتاج اراقب المواصفات دي، هل هي بتطلع كل مرة زي كل مرة بتطلع بنفس المواصفات ولا في حاجات بتتغير منها. تالت حاجة أتحكم في العوامل المختلفة علشان تفضل على نفس الجودة بتاعتها. رابع حاجة لازم يكون عندي عمليات تتبع لكل منتج عشان أقدر إن أنا أوصل للمشكلة اللي فيها الباتش ده. لو أنا عندي عملية تتبع هقدر إن أنا أوصل للمنتج اللي فيه المشكلة، مش هضطر إن أنا أسحب كل المنتجات بتاعتي من السوق. آخر حاجة عمليات ما بعد أداء الخدمة عشان أتأكد إن العميل راضي تماما عن الخدمة أو المنتج اللي أنا بديها له دي. طيب تمام، إزاي أنا بقدر أعمل ريليز للمنتج بتاعي؟ التحقق من المطابقة، check at stage، تمام، التأكد الجيد من مطابقته لمواصفات الموضوع، التأكد من الجودة والدليل عليها بالظبط، التأكد من الجودة النهائية، فحص وتحقيق من مطابقته للمواصفات، تمام، دليل المطابقة، meet requirement، فحص المنتج في مراحل المناسبة، traceability، تأكيد توثيق كل المراحل، معلومات المنتج، اختبارات الجودة، الفحص ومراقبة الجودة، متابعة وإدارة المستندات، التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والجودة والكفاءة. طيب احنا عشان نيجي نعمل ريليز لأي منتج عندي، أول حاجة فحص الخدمة والمنتج في مرحلة مناسبة زي ما حضراتكم قلتوا كده. ما ينفعش إن أنا أستنى لما تخلص المرحلة ويبقى عندي منتج نهائي واجي افحص ساعتها. فأول حاجة فحص الخدمة أو المنتج في مرحلة مناسبة. اتنين، التحقق من المطابقة للمواصفات قبل الإفراج عنها. تلاتة، الاحتفاظ بإثبات إن المطابقة إنها مطابقة للمعايير. أربعة، الاحتفاظ بوثائق التتبع. آخر حاجة
retain document information. لازم ان انا احتفظ بدوكيمنت عندي وان انا ابتدي ان انا اعمل لها ابديت اول باول علشان تبقى عندي الحاجه دي موثقه. طيب لو طلع عندي بعد العمليه دي طلع عندي ان انا عندي منتج غير مطابق، يا ترى ايه الاجراء اللي انا باخده مع المنتجات اللي هي غير مطابقه؟ الاحتفاظ بتوثيق التطبيق. تمام. corrective action. تمام. اجراءات التصحيح تحقيق مشكله عدم المطابقه. برافو. اخبار العميل، المعالجه، ان سي ار، اتخذ اجراء تصحيح، سحب جميع المنتج مع عن طريق رقم التشغيل. بالظبط. تصحيح، ابلغ العميل، اجراءات التصحيح، هاندل مطابقه مره تانيه، توثيق. Recorrection. البحث عن سبب المشكلة وتصحيح تحديد المشكلة عدم المطابقة الـNCR. لما بيطلع عندي منتج غير مطابق أول حاجة بحدد تحديد ومعالجة المخرجات الغير مطابقة، ببتدي إن أنا أحدد إيه المنتج عندي الغير مطابق وبحدد وبحاول إن أنا أعالجه لو ليه إن هو معالجة ينفع إن هو يتعالج. ثانيا تحديد الإجراء التصحيحي اللازم. ثلاثة سحب المنتجات الغير مطابقة من الأسواق. أربعة المطابقة بعد التصحيح، يعني بعد ما أنا عملت الإجراء التصحيحي اللي أنا شفته ده أبتدي أطبق تاني المنتج اللي عندي ده، هل هو فعلا مطابق للمواصفات ولا مش مطابق؟ لو مطابق ببتدي إن أنا خلاص أعمل له ريليز، لو هو مش مطابق ببتدي إن أنا أغير الكوركتيف أكشن اللي أنا عملته، لأن معنى كده إن الكوركتيف أكشن اللي أنا أخدته ما عملش ما كانش ما يعني ما صلحش المشكلة اللي عندي. تمام؟ اخر حاجه ريتين دوكيمنت انفورميشن، ان انا برجع ان انا تاني ان انا احاول ان انا اصلح ان انا اعمل ابديت للدوكيمنت انفورميشن اللي عندي. طيب احنا كنا قلنا اتكلمنا عن الكنترول اوف تشينج، كان اخر حاجه اتكلمنا فيها عن مرحله الاوبريشن. فايه هو الكنترول اللي بقدر اعمله على التشينج عشان اقدر اقول ان الكنترول ده موثق؟ كنا قلنا كده لازم يبقى فيه ثلاث شروط للتغيير علشان اقدر اقول ان التغيير ده هيتم او ان انا ادرس التغيير ده، اسمها control of change. تحديد التغيير المطلوب ابروف ده باي سي سي بي. لا خالص. التوثيق. ماشي. سبب من الاسباب. تحديد التغيير التوثيق قبل التنفيذ. لا. هو ايه علاقته هو قبل التنفيذ هنا ولا لا؟ performance QMS analysis. اول حاجه اتكلمنا فيها قلنا لازم التغيير ده يكون documented، لازم التغيير ده يكون مكتوب علشان حدش يجي يقول ان التغيير ده مش انا اللي طلبته، انا ما طلبتوش بالشكل ده. لازم حضرتك تكتبه وتمضي عليه صاحب التغيير، يعني لو كلاينت طلب منك تغيير في ديزاين او في whatever في اي حاجه لازم حضرتك تكتب التغيير وتمضيه على التغيير ده عشان تبقى ورقه مثبته ما بينكم انتوا الاثنين. تاني حاجه لازم ادرس التغيير بشكل كافي واعرف هياثر على ايه وهل هو هياثر تاثير سلبي او ايجابي. تالت حاجة عمليات التوثيق، إن أنا لازم أتأكد إن العملية دي موثقة وإن عملية التغيير دي تم توثيقها علشان ما نبتديش نعمل كل ده من أنا أول تاني. طيب إحنا كنا اتكلمنا آخر حاجة في المرحلة بتاعت الأوبريشنال دي اتكلمنا فيها عن الدوكيمنت أو الريكورد. إيه هي شروط الدوكيمنت أو الريكورد اللي أنا بتعامل فيها في الأيزو؟
ايه هو الشرط بتاع الدوكيمنت عشان اقدر اقول ان الدوكيمنت او الريكورد ده ريكورد او دوكيمنت صحيح. كاملة البيانات والتوقيعات كنترول ستاندرد دوكيمنت طابق للفورمز وأرخ صح. Official forms correct form serial good serial number يعني يعبر عن المحتوى وأن تكون موقعا من المسؤولين عنه. Revision of form التعامل مع الوكيل نظام الترقيم جميع بياناته كاملة والنماذج ثابتة في كل الإصدارات. عشان نقول ان الدوكيمنت دي او الريكورد ده صحيح وكنترولد لازم يتطبق عليه شويه شروط. قلنا اول حاجه لازم يكون معرف بشكل جيد يكون ليه تايتل. اتنين لازم يكون ليه عنوان لازم يكون ليه تاريخ لازم يكون ممضي في حد مسؤول عن الورقه دي. الورقه دي لما بتطلع من مكان بيبقى في حد مسؤول في ليها اوثر وفي ليها ريسبونسبل عنها عارف هي رايحه من فين وجايه منين. تمام. اتنين بيتم مراجعتها بشكل دوري علشان اتأكد ان هي جاهزة للاستلام. لازم تكون موجودة في مكان الاستخدام. احنا لو بنتكلم عن ريكورد مثلا يبقى لازم ده يكون موجود في مكان الاستخدام مش في درج من الادراج مثلا ومقفول عليه. لو هو مانيوال مثلا لاي استعمال اي معدة فلازم تبقى موجودة في مكان استعمال المعدة. اي تغيير تكون ليها طريقة محددة للتغيير وموثقة. اي تغيير هيحصل على اي دوكيمنتس موجودة لازم تكون محددة ومعروفة لكل الناس ان التغيير ده وانه ريفيجن اللي هم المفروض شغالين بيه. اخر حاجة سحب الوثائق والسجلات لما بيتم سحبها لازم يكون تم سحبها من كل الناس اللي كانت عندهم الدوكيمنتس دي. تمام. ده كده خلصنا الجزئية بتاعت الاوبريشن. ندخل بعد كده في الايفالويشن. احنا اتكلمنا هنا عن الهدف من التقييم. يا ترى ايه هو الهدف من التقييمات اللي احنا بنعملها؟ احنا قلنا ان الهدف من التقييم ايه؟ ايه هو الهدف من تقييم الاداء؟ ماشي تقييم الاداء ايه بقى الهدف منه؟ الوصول للجوده المطلوبه. لا مدى رضا العميل. لا برضه مانجمنت تحسين التاكد من اننا على الخطه الموضوعه بالظبط. ايوه ما هو ايه بقى اللي احنا بيخلينا نعمل ايفاليويشن عشان نوصل لايه؟ تحديد السلبيات والعمل على تحسينها. ضبط الجودة، التحسين المستمر، التحقيق من الوصول للجودة، تحديد متطلبات الجودة، اختبار المنتج، تأكد من مطابقتها للمواصفات، إدارة الجودة، رضا العميل، تقليل الأخطاء. الهدف من تقييم الأداء إن هو يقول مواقع القوة والضعف ولا لأ؟ يعني بيعرفك هي فين مواقع القوة والضعف اللي عندك. هل الشركة بتحقق الأهداف اللي حطيتها لنفسها زي ما هي عايزة ولا لا؟ هل الشركة بتنفذ السياسة اللي هي كتبتها لنفسها ولا لا؟ هل الشركة بتحقق رضا العميل ولا لا؟ عشان كده احنا بنعمل التقييم ده. التقييم ده بيبقى عبارة عن احنا مثلا ان هو بتاع ده يعني انت مثلا بتعمل internal audit على نفسك علشان تعرف هل فعلا انت ماشي على التراك ولا انت سايب التراك وبتعمل حاجة تانية. فقلنا ان التقييم هو معرفة نقاط القوة والضعف علشان نقاط الضعف نقدر نعالجها ونقاط القوة نقدر نحسنها. تمام. اخر حاجة هنتكلم فيها شروط التقييم. حد فاكر حاجة من شروط التقييم؟ ان انا لما اجي اقيم حاجة او ان انا اقيس حاجة اعرف اقيمها ازاي او اقيسها ازاي. كان عندنا 3 شروط. يا ترى هما ايه غير الكي بي اي؟ الاودت. ماشي بس ده مش شرط. دي وسيله. الاودت ده وسيله مش شرط. وارد قابل للقياس وضع معيار للتقييم. تمام.
non-conformity. يعني هو انتوا بتحطوا الكلام كده كله جوه بعض يعني جنب بعض، والمفروض ان انا اختار يعني انا اكمل منهم جملة. احنا قلنا ان الانترنال اوديت ده وسيلة للتقييم وليس شرط للتقييم. القياس والتحليل، إنه يكون سمارت، وإيه اللي يكون سمارت؟ أناليسيس، قياس الأهداف. شروط التقييم، إحنا قلنا أول حاجة لازم يحدد يقيس إيه، لازم اللي أنا طريقة القياس اللي أنا هعملها دي لازم أحدد هي بتقيس إيه، وهيقيمه إزاي، عن طريق إيه هيبقى باين التقييم ده. اتنين، يحدد طريقة القياس، طريقة القياس والمتابعة. يعني أنا مثلاً هقيس درجة الحرارة النهاردة، فلازم أقول إن أنا هقيسها بالترمومتر. أدي كده ده التولز اللي أنا هستعملها، ماشي؟ أنا هقيس إيه؟ هقيس درجة الحرارة، هقيسها بإيه؟ بالترمومتر، تمام؟ هقيمها إزاي؟ يبقى أنا عندي معيار، أقول مثلا إن درجة الحرارة المفروض إن هي 30 مثلا، أكتر من كده يبقى أنا درجة الحرارة الطبيعية عندي 30، أقل من كده برد، بعد كده حر، تمام؟ وبعد كده احدد ان انا هقيس درجة الحرارة دي كل قد ايه. فانا اول حاجة عندي لازم احدد بقيس ايه، وهقيسه يعني مقارنة بايه ومعيارا بايه، وبعد كده احدد طريقة القياس، وبعدين احدد اقيسه كل قد ايه، وبعدين لازم اعاير التولز بتاعة القياس بتاعتي دي عشان كل شوية اتأكد ان التولز دي مظبوطة وما فيهاش اي مشاكل، تمام؟ اخر جزئية بنتكلم عنها الانترنال اوديت. انا دلوقتي لو بعمل انترنال اوديت، كان الايزو حدد الانترنال اوديت ده يمشي بطريقته ازاي؟ ممكن حد فاكر كده الانترنال اوديت يمشي في الشركه ازاي؟ بلاننج، ماشي، اوديت بلان، بالظبط، بس احنا قلنا خطوات، مواعيد معينه للعمل، نفذ برامج مراجعه، يكون معروف كل قسم مسؤولياته وسبق علمه بالاوديت، كواليتي اشورنس، ميتنج اجنده، اوديت، مراجعة دورية، التوثيق، إجراءات تصحيحية. الأوديت كان أول حاجة تكوين فريق للمراجعة مستقل عن الإجراءات، تمام؟ اتنين، بيبدأ الفريق يراجع إجراءات الشركة ويشوف النقط اللي هيفتش عليها. تلاتة، يجهز نفسه تشيك ليست كده علشان يبدا يستخدمها وهو بيفتش على العمليات اللي هو بيتعامل فيها، على العمليات اللي هو بيعملها دي، تمام؟ اربعه، بيحط خطه للتفتيش، هيفتش امتى على انهي اداره ومحتاج مين معاه من الادارات دي في التفتيش. خمسه، بعد ما يخلص عمليات التفتيش بيطلع تقرير للاداره اذا كانت مطابقه للاجراءات والسياسات ولا لا، تمام؟ احنا خلصنا المراجعه بتاعتنا، ان شاء الله باذن الله هنشوف كده الدرجات زي ما اتفقنا معاكم، وهنتكلم عن الامبروفمنت، ما كانش فيه مشاكل كتير يعني. فخلينا كده نتكلم، نشوف كده مين اللي خد اكتر ستارز، وهنخمسه ان شاء الله هنعلن عنهم المحاضره الجايه باذن الله، وهندي كل واحد فيهم ستار، تمام؟ نتكلم بقى النهارده عن المحاضره الخامسه اللي هي تحت، لسه احنا تحت الاناليسيس، تحت الستاندر. احنا خلاص كده خلصنا الستاندر الحمد لله، هنبتدي بقى نتكلم في ان احنا ازاي نبتدي نطبق الستاندر دي في حاجه مثلا زي الديبارتمنت بتاع الدوكيمنت كنترول، تمام؟ لازم كده اقفل الشات. اول حاجه بنتكلم فيها كيفيه توثيق العمليات. انا دلوقتي عشان اعمل اي عمليه عندي في الشركه، عشان اعمل اي بروسيس في الشركه عندي، لازم ان انا ابتدي ان انا اوثق العمليات بتاعتي. طيب
كيفية توثيق أي عملية أنا هعملها إزاي؟ أول حاجة define the process and its scope. أول حاجة تحديد العملية ونطاق التنفيذ. لازم أحدد العملية اللي هقوم بتوثيقها هي عملية عبارة عن إيه. العملية اللي أنا هبتدي أوثقها لازم أعرفها بشكل صحيح علشان تبقى واضحة لكل الناس إن هي هتتوثق. 2 أحدد الغرض من العملية دي. 3 أحدد نطاق التطبيق. هل أنا هطبق البروسيس اللي أنا هعملها دي على ديبارتمنت ولا على الشركة كلها؟ 4 أحدد ليه وإزاي هستفيد من البروسيس دي الشركة بتاعتي، يعني إيه هي الفايدة بتاعتها وهطبقها إزاي وهقدر إن أنا أستفيد منها إزاي في الشركة. 5 أحدد عندي النتائج المتوقعة من العملية اللي أنا عملتها دي، يعني أنا مثلا بقول دلوقتي إن أنا مثلا هعمل أوديت، تمام؟ هعمل أوديت على الشركة كلها، فأول حاجة لازم أحدد العملية اللي هقوم بيها إن هي عملية الأوديت، تمام؟ 2 أحدد الغرض من العملية دي، تحديد الغرض من الأوديت ده إن أنا أتأكد إن الشركة ماشية على الكواليتي بلان اللي هي حطاها ولا لأ. 3 أحدد نطاق التطبيق، أقول إن هو السكوب بتاعي الشركة كلها، تمام؟ 4 أحدد ليه وإزاي هستفيد من العملية دي في الشركة. طب أنا العملية دي لما أعملها هعملها بالطريقة الفلانية، طب إزاي هقدر أستفيد، إيه الفايدة اللي هتعوم مع الشركة بتاعتي من التطبيق ده. هبتدي أحدد أقول إن الشركة دي والله أنا هعرف إيه الديبارتمنت اللي ملتزمة بالكواليتي بلان وإيه اللي مش ملتزم، إيه الديبارتمنت اللي محتاجة إن إحنا نضغط عليها في إن هي تلتزم بالكواليتي وإيه الديبارتمنت اللي هي ماشية على التراك وخلاص مش محتاجين إن إحنا نتكلم معاهم. 5 تحديد النتائج المتوقعة، إن أنا حاطط شوية elements كده ان انا عارف ان هي دي النتائج اللي انا ممكن اعرف الاقيها. 6 تدوين الموارد المطلوبة لتنفيذ خطوات العملية، ان هو ان انا هبتدي ان انا اكتب انا محتاج مين، انا محتاج مثلا واحد من كل ادارة علشان اعمل معاه الاوديت هو اللي هيساعدني ان انا اطلع الدوكيمنتس وارجعها معي، تمام؟ تدوين الموارد المطلوبة لتنفيذ العملية. طيب دي كده اول حاجة تحديد العملية وانطاق. تاني حاجة organize the steps، تنظيم الخطوات. لازم أجمع كل الخطوات وكل المعلومات حول خطوات العملية دي، يعني أنا لازم أجمع كل المعلومات عن الأودت اللي أنا هعمله ده. يعني الأودت ده أنا ممكن أعمله مثلا إيه، لو أنا هقضي مع كل يوم هقضيه في إدارة وأنا عندي مثلا 5 إدارات في الشركة، فأنا كده محتاج أسبوع إن أنا هقعد مع الإدارة دي. طب هبتدي إن أنا أعمل تشيك ليست إيه الحاجات اللي أنا هدخل أفتش فيها في الأودت ده، تمام؟ وبعد كده احدد نقاط البدايه ونقاط النهايه، يعني انا هبتدي بانهي ديبارتمنت وهنتهي بانهي ديبارتمنت موجود عندي، وبكده هقدر ان انا هحدد ايه اللي انا هعمله بعد كده. يعني انا لما اخلص ستيب نمبر 1 هتنقل لستيب نمبر 2 هتنقل لستيب نمبر 3 وهكذا. وبعد كده تعرف كل ده السكادول بتاعه هيتعمل في قد ايه، يبقى انا عارف كل الحاجات دي هتتعمل في تايم قد ايه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن describe who is involved، تحديد المسؤوليات. احنا دايما في الايزو بنتكلم ان احنا لازم في كل بروسيس او كل حاجه احنا بنعملها لازم نحدد فيها مين المسؤول عن العمليه دي، ان انا لو سبتها عايمه كده مفيش حد هيعمل حاجه. فتالت حاجه دي تحديد المسؤوليات، ان انا احدد لكل فرد مين الافراد اللي هتبقى مسؤوله معايا في البروسيس اللي انا هعملها دي، واحدد لكل فرد دوره، واكون حريص ان انا ابقى كاتب المسمى الوظيفي للشخص وليس اسم الشخص، لان لو كتبت اسم الشخص والشخص ده مشي فالشخص ده خلاص مشي باسمه، فبالتالي الوظيفه دي مش هيبقى عليها تاسك ان هي تعمل المسؤوليه اللي عليها دي، تمام؟ رابع حاجه نوت داون اكسبشنز تو ذا نورمال بروسيس فلو، لازم اكتب الاستثناءات اللي هي مش هتبقى تابعه للاجراء اللي انا بعمله ده. انا مثلا زي ما احنا بنتكلم كده في مثال الاوديت، لو انا بعمل اوديت على الديبارتمنت، على 5 ديبارتمنت مثلا اللي عندنا، فانا مثلا ممكن اكتب ان انا هستثني الاداره الماليه من مثلا الاوديت بتاعي. طب اشمعنى الاداره الماليه؟ لان الاداره الماليه مثلا عندها دوكيومنت كونفيدنشال ومحتاج ان انا مثلا اعمل لها اوديت بطريقه معينه، او هي في اداره في ديبارتمنت ثانيه تيجي تعمل لها هي اوديت بطريقه معينه. فاولا لازم اذكر ايه الاستثناءات دي واذكر الخطوات اللي هيتم اتخاذها لمعالجه الاستثناء ده. يعني لو انا استثنيت الاداره الماليه من الاوديت اللي انا بعمله ده ان انا مش هعرف اراجع الدوكيومنتس بتاعتهم، فانا هستثنيها بس انا هخلي ان في جهه ثانيه هي اللي تيجي تعمل لها
الاوديت ده. فبالتالي انا كده كتبت الخطوات بتاعه الاستثناء، ذكرت ايه هي الاستثناء وكتبت الخطوات اللي عالجتني الاستثناء دي. طيب ايه تاني؟ اد كنترول بوينتس. بعد كده لازم احط نقاط للتحكم في البروسيس اللي انا بعملها دي، احدد فين ممكن يحصل لي المشكله، فين ممكن الاقي الخطر. الخطر ممكن يطلع لي مثلا من نتيجه فين؟ يعني انا مثلا برضو على مثال الاوديت، لو انا بعمل الاوديت فانا ممكن مثلا اقول ان انا ممكن مثلا في الاوديت ده ما اقدرش ان انا اخلص، في عندي ديبارتمنت كبيره، في عندي ديبارتمنت مثلا ديبارتمنت كتيره فيها عندها دوكيومنتس كتير، في ديبارتمنت عندها دوكيومنتس شويه قليلين، فلازم اعمل لنفسي ريزيرف في التايم ان انا الاداره الكبيره دي ممكن بدل ما هي مش هقدر اخلصها في يوم ممكن اخلصها في يوم ونص، بس انا عندي الديبارتمنت الصغيره ممكن تخلص معايا في نص يوم بس او مثلا في ساعتين، واقدر ان انا اراجع كل الدوكيومنتس اللي عندهم. فلازم اعمل لنفسي ريزيرف واحدد لنفسي المخاطر اللي انا ممكن اقابلها. اتنين، اضف نقاط التحكم للريسك اللي انا شفته ده. يعني زي ما انا بقول كده، احنا عرفنا ان ريسك هنا ان الديبارتمنت دي كبيره، فانا بدات ان انا اعمل ريزيرف للتايم، احسب لها تايم ان انا هقدر اتحكم في المشكله دي واتغلب عليها. ثلاثه، ان احنا نضع قياسات لتحديد وفعاليه الريسك اللي انا شايفه ده. زي ما احنا اتكلمنا في ريسك من شويه ان احنا لازم نحدد الريسك ولازم احط نقط للتحكم، وكمان ان انا اقدر ان انا احط طريقه اقيس بيها فعاليته وان انا اقدر احسن الريسك ده. لو انا نتجت عندي مشكله ان انا ازاي اقدر احلها، ولو ما نتجتش عندي مشكله ان انا ازاي اقدر احسن المشكله دي. طيب اخر حاجه، ريفيو اند تيست ذا بروسيس. اخر حاجه في البروسيس اللي احنا بنطبقها دي ان احنا لازم نراجع ونختبر العمليه. فاول حاجه اجمع كل المعنيين في البروسيس دي اللي انا قلت من الاول ان انا محتاجاهم، لازم اجمع كل المعنيين في البروسيس واراجع العمليه اللي انا قمت بتوثيقها. تمام، اراجع كل الستبس في العمليه اللي انا قمت بتوثيقها دي لحد ما بخلص العمليه بتاعتي، اراجع كل اللي انا عملته واشوف ايه اللي حصل، بجيب كل الناس اللي انا عملت معاهم الاوديت واعمل معاهم كلوز ميتنج علشان ابتدي ان انا خلاص اعمل كلوز للاوديت او للبروسيس اللي انا عملتها دي. طيب تمام، خلاص هي كده العمليه انتهت، ابتدي بقى ان انا اختبر العمليه دي. اذا كان في حاجه ناقصه في العمليه دي ابتدي ان انا اعدلها واظبطها واقول خلاص ان العمليه دي كده ناجحه وخلاص تمام، هي كان ناقصها كذا وكذا وخلاص اتعدلت وبقت تمام. طب العمليه طلعت تمام، ان انا ابتدي ان انا احسن. تمام، طيب نيجي بعد كده للدوكيمنت بروسيجرز اللي احنا هنطبقها احنا علينا كدوكيمنت كنترول. طيب احنا عندنا في الدوكيمنت بروسيجرز، حد يقول لي كده ايه الاجراءات اللي احنا بنتبعها كدوكيمنت كنترول؟ احنا كدوكيمنت كنترولرز في عندنا شويه اجراءات، حد يعرف ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها او اللي احنا بنتعامل فيها كدوكيمنت كنترولرز؟ يا جماعه رحتوا فين؟ كنت لسه بتجاوبهم شويه. تأكد من صحة الوتر. لا أنا مش بتكلم عن كده، أنا بتكلم عن الإجراءات، إيه الحاجات اللي حضرتك بتعملها كدوكيمنت كنترول محتاج إن أنت توثقها؟ كودينج، أيوة دي صح، حاجة منهم. توثيق بقى للعمليات، إيه العمليات اللي حضرتك بتعملها؟ استلام الملفات طبقا للبوليسي، تمام، لوج، تسجيل، كودينج سيستم، ميثود ستيت، لا ميثود ستيت مش هنا خالص، كرييت، ستورج، فايلينج، تمام، اركايفنج، الفورم اللي بتثبت عملية المراجعة، متابعة التاريخ المتأخر، سيفينج لإيه؟ اركايفنج، تطبيق SMQ باكينج. طيب احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي البروسيس اللي احنا بنتبعها كدوكيمنت كنترولر، عندنا كذا بروسيس. اول حاجه عندنا تشيكينج دوكيمنتس. اول حاجه بيعملها الدوكيمنت كنترول ان هو لما بيجي يستلم دوكيمنت اول حاجه بيعمل لها كواليتي تشيك. فالكواليتي تشيك ده اول اجراء كل الدوكيمنت كنترولرز بيعملوه. تاني حاجه دوكيمنت ريجستر،
تسجيل الدوكيومنتس، بعد كده distribution توزيع الدوكيومنتس على الأطراف المعنية في الدوكيومنت دي، بعد كده control of computerized data، بتحاول حضرتك بقى ان انت تعمل control على الداتا اللي موجودة عندك على السيرفر كسوفت كوبي، تمام؟ وبعد كده maintain of copying and equipment. دلوقتي حضرتك بتبقى مسؤول على برينتر، على جهاز، على سيرفر، فانت بتزاد ان انت بتقدر تتعامل مع الاكويبمنت دي، بتقدر تعمل لها المينتيننس بتاعها الصحيح بطريقه صحيحه. وبعدين الفايلنج، الاركايفنج، الاستورج اند سكيورتي، مينتين الدوكيومنتس الهارد كوبي ازاي في الرومز بتاعتها او في الكابينتس بتاعتها اللي انت بتتعامل فيها، الاركايفنج. واخر حاجه الهارد هاندينج اوفر، تسليم المشروع، دي من ضمن الاجراءات او من ضمن البروسيجرز اللي بيعملها الدوكيومنت كنترول، اللي بتبقى متعبه جدا في الاخر ولو حضرتك مش مظبط المشروع من اوله لاخره هتلاقي عندك مشكله في الاخر في موضوع الهاند اوفر. اول حاجه هندرسها النهارده وهنطبق عليها كل الايزو ستاندر اللي احنا خدناها، اول حاجه التشيكينج دوكيومنتس. احنا هنراجع كل حاجه من البروسيجرز دي يعني من وجهتين نظر، من وجهه نظر ان حضرتك اللي بتكريت الدوكيمنت دي لو حضرتك مقاول، وكمان ان انت بتستلم الدوكيمنتس دي كاستشاري علشان تبقى انت عارف الدورين، لو اشتغلت في شركه مقاولات تبقى انت عارف التاسك اللي انت بتعملها ايه، او لو انت شغال مع كونسلتنت والدوكيمنتس دي بتجيلك عشان تستلمها تبقى عارف برضو ايه الاجراءات اللي انت بتستلمها بيها. اول حاجه تشيكينج دوكيمنتس، initiation اول حاجه التنفيذ اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت هتبتدي تكريت دوكيومنتس علشان تبتدي تتعامل بيه. التشيكينج دوكيومنتس احنا بنتشيك كام اليمنتس كده، اهم حاجه الدوكيومنت نمبرنج اللي هي اللي احنا بنسميها الكودينج، وبعدين الريفيجن كنترول، الدوكيومنت نيمينج، واخر حاجه الريسيت. طيب دلوقتي هنتكلم بالتفصيل جدا عن الدوكيومنت نمبرنج. الدوكيومنت نمبرنج حد عارف هو عبارة عن ايه او بيتم بناء على ايه؟ يعني هل في ستاندرد للدوكيومنت نمبرنج ولا لا؟ كود المشروع، هو مش كود المشروع، احنا بنتكلم على الكودينج بتاع الدوكيومنتس كلها مش المشروع بس، كود الوثيقة، تمام. هل هو حاجة ستاندرنج؟ type of documents، تمام. الدوكيومنت نمبرنج اول حاجه احنا بنتكلم عليها. طيب خلينا نتكلم في حاجه تانية، احنا مثلا احنا كاشخاص بالنسبه للorganizations بنبقى بالنسبه لهم عباره عن ارقام، يعني حضرتك بالنسبه لاي كوميونتي بتبقى عباره عن رقم. ازاي؟ انا مثلا بتبقى مثلا عباره عن رقم بالنسبه لاسرتك، انت مثلا الاول في اسرتك، الابن الثاني، الابن الثالث، الابن الرابع، انت ليك رقم اهو. بعدين بتطلع شويه من الكوميونتي بتاعه الاسره للكوميونتي بتاعه العائله، بتبقى مثلا الحفيد الاول، الحفيد الاخير، ابن العم، كلام من كده، فبرضو انت واخد نمبر طول ما انت في الاسره. شويه شويه تكبر يبقى لك شهاده ميلاد، يبقى انت بالنسبه للبلد دي ليك كود نمبر، تمام. طب ليه هم ما بيستعملوش مثلا في البلد اسمك، مثلا ان انت اسمك محمد احمد وان انت كده خلاص كل البلد تبقى متعارفه ان حضرتك اسمك محمد احمد؟ ليه بيضطروا ان هم يخلوا في رقم اي دي نمبر مع اسم حضرتك بتتعرف بيه لتشابه الاسماء، تمام. ايه تاني؟ لا اي دي لا يتكرر، صح. التمييز، برافو. يونيك نمبر، رقم فعلا لحضرتك مش هتلاقي عند حد تاني. يعني ايه ريفيجن؟ السهولة كمان،
لمنع التشابه. والإيه كمان؟ يعني قصة التشابه دي فيها حاجة مهمة برضه للتتبع، التأكد من إن ده الشخص. التتبع، برافو. لفصل، إحنا بنتكلم عن أشخاص، ما بنتكلمش دلوقتي عن documents. Standard for companies، التتبع بسهولة، برافو. طيب حضرتك كمان لما بتدخل الشركة، انت وانت قاعد في شركتك، انت اول ما بتدخل في حاجة اسمها employee number، الرقم بتاعك في الشركة ده عبارة عن رقم بيعرف حضرتك كل حقوقك في الشركة. من غير الرقم ده هم مش هيعرفوا يتعرفوا عليك، لانه وارد ان يبقى في حد عنده تشابه في الاسماء معاك في الديبارتمنت مثلا معاك، او في اي ديبارتمنت تانية بنفس الاسم بنفس كل الصفات، بس مثلا انت شغال، انت مثلا حضرتك document control، هو محاسب، هو مهندس، هو رئيس مجلس إدارة، أي حاجة من الحاجات دي. فكل التعاملات الخاصة بحضرتك هتبقى معرفة من خلال رقمك ده، هو ده الـ document numbering اللي احنا بنتعامل فيه. انت بتتعامل مع مستند من خلال رقمه، لان انت لو عملت معاه من خلال اسمه بس هتلاقي ان الدنيا بالنسبة لك فيها حاجات متشابهة كتير. يعني انا مثلا ليه احنا مثلا مش بنسمي ان الـ documents الـ drawing بتاعت الميكانيكا هي mechanical drawing؟ لان هي مش ميكانيكال دروينج واحده، هي لو واحده يبقى خلاص احنا كنا سميناها ميكانيكال دروينج. هي الاف من الدروينجز الموجوده تحت الميكانيكا. طب لو قلنا مثلا نبتدي ان احنا نعرفها الدروينج بتاعه الميكانيكا اللي هي اسمها بلومينج، فانا هقول بلومينج ميكانيكال دروينج. طب ما هي برضو اسم، لما هاجي اسيرش عليها اسيرش عليها ازاي؟ طيب بلاش، اقدر ان انا اقول مثلا ان دي بتاعه الدور الثالث، هبتدي ان انا اعرفها. فهكتشف ان انا كل ما بحاول ان انا اعرفها اكتر كل ما انا بزود من حجم اسمها. فانا كل ما بحاول ان انا اعرف اسمها اكتر او ان انا اقدر اوصل لها هلاقي نفسي بوصل لها بصعوبه. ولو ان انا كتبت عملت مثلا تايبنج ميستيك مثلا هلاقي نفسي ان انا مش عارف اوصل لها، لو حصل فيها اي خطا اصلا مش عارف اوصل لها ولا عارف اعمل لها تتبع. هو ده بالظبط اللي بيحصل معانا في الدوكيمنت نمبرينج، ان انا كدوكيمنت كنترول بحاول اتعامل مع كل الانجنييرز مع كل الاورجنايزيشن اللي انا شغال فيها ان الدوكيمنت نمبرنج ده هو ده اللي انا بتعامل فيه بالوثيقه بس، ما بقدرش اتعامل باي حاجه ثانيه. انا ما اعرفش اسم الوثيقه، ما اعرفش مين اللي مطلعها، ما اعرفش تاريخها كام. اللي بقدر اعرف بيه الوثيقه دي هو رقمها. هو يجي يقول لي ان دي ماتيريال الميكانيكا رقم كذا ريفيجن كذا، انا هعرف اوصل لها، انما اذروايز انا مش هعرف اوصل لها. او حتى لو عرفت اوصل لها من تاريخ او من اي حاجه تانية، من اي كي ووردز تاني، بس الاصح ان حضرتك توصل لها للدوكيمنت نمبرنج ده. فاحنا هنا بنقول ان الدوكيمنت نمبرنج هنا هنتكلم فيها، هنبتدي بقى هنا دلوقتي نطبق الحاجات اللي احنا درسناها في الايزو على الدوكيمنت نمبرنج ده. فاول حاجه هنتكلم عن الديفينيشنز، عن البيربز، عن السكوب، الريسبونسبيلتي، البروسيجرز، التيرمز اند الديفينيشنز. تمام، اول حاجه التعريف بتاع الدوكيمنت نمبرنج ده. طبعا احنا لازم حضرتك تكتب التعريف بشكل واضح علشان تبقى كل الناس فاهمه. فاول حاجه احنا بنقول هنا ان ترقيم المستندات ده بيعتبر جزء اساسي من نظام التحكم في المستندات، ان ما ينفعش يبقى عندك دوكيمنت سيستم او يبقى عندك مانجمنت سيستم من غير ما يبقى عندك نمبرنج سيستم. تمام، ده بيساعد في تحديد المستندات بطريقه سهله، وان انت تقدر توصل لها بطريقه سهله ومهمه وتقدر توصل لها ذات صله بسهوله. طيب ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انت بيبقى عندك، لو انت عندك نظام اداره بيدي لك الكودينج سيستم ده، يبقى ده بيوفر عليك وقت كتير جدا وبيوفر عليك مجهود. لو انت ما عندكش ده فانت بتضطر تعمله انت بايدك او يتعمل مانيوال عن طريق شيت الاكسل او عن طريق الدوكيومنتس. دوكيمنت كنترول هو اللي بيقدر يعمل السيستم ده، وده بياخد منه وقت ومجهود بس برضو انت بتقدر تتعامل فيه. فالمفروض ان فرق المشروع كلها او كل فريق المشروع بيتعامل من خلال المفتاح الاساسي في المستند اللي هو النمبرنج بتاعت المستند ده. تمام، طيب احنا عندنا شوية شروط للدوكيمنت نمبرنج ده. ايه بقى هي؟ اول حاجة ان هو يكون كرييتد، ان هو يكون مش متكرر، يكون هو رقم واحد طلع مرة واحدة للمستند ده بس، يكون organized، يكون منظم، ان بيكون اللي بيطلع الحاجة دي شخص واحد او ادارة واحدة هي اللي بتcreate النمبرينج ده.
تالت حاجة access، إن هو بيبقى سهل الوصول إليه، إن أنا لما أكون عاوز أطلع جواب أقدر إن أنا أوصل للرقم ده وأعرف إن آخر رقم ده فين والرقم اللي بعد منه إيه. رابع حاجة إن هو يكون مخزن بطريقة صحيحة، إن أنا أبقى عارفه إن هو موجود فين وموجود في مكانه الصحيح مش في أي مكان تاني. طيب الهدف من النمبرينج سيستم ده إيه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة إن أنا أتجنب التكرارات الموجودة عندي في الشركة، إن أنا أطلع تو documents بنفس السيريال نمبر ده أو بنفس الكونتنت بتاعه. تمام. إيه تاني؟ أو تاني حاجة ensuring about the last revision، إن أنا عارف إن الدوكيمنت دي رقمها كذا ودي آخر document ممكن تكون طالعة، مفيش document تانية تبقى طالعة. last revision ده حاجة مهمة جدا في شركات الهندسة لأن بيحصل عليها مشاكل كتير جدا. تالت حاجة إن دايما بتريفير الرقم ده بيريفير لنفس المعلومة، إن أنا لما باجي إن أنا أطلع إن كل الأطراف إن عندها نفس النسخة من الملف وإن هي بتريفير لنفس الدوكيمنتس ما عندهاش أي مشكلة فيه. طيب دي كده أول حاجة بنتكلم عليها، كده إحنا عملنا إيه؟ define process. طيب بعد كده بنتكلم في إيه؟ بعد كده بن define السكوب، النطاق ده هل أنا هطبق الدوكيمنت سيستم ده على الديبارتمنت بتاعت الدوكيمنت كنترول بس ولا على كل الشركة؟ طبعا الدوكيمنت سيستم النمبرنج سيستم بيطبق على كل الشركة. تمام. فهنا انا بقول ان بيتم تطبيق النطاق بتاع الدوكيمنت نمبرنج ده على جميع الاقسام اللي بتقوم باعمال انشاء ومراجعة والموافقة على اي وثائق خاصة وثائق هندسية خاصة بالمنشأة. تمام. طيب نحدد بعد كده الريسبونسابيلتيز بتاعتي اللي هو ايه، هو از انفولف. بقول اول حاجه انا طبعا ده اجتهاد، يعني ده مش لازم تكون كل الديبارتمنت او كل الشركات شغاله بنفس السيستم ده، احنا كده ده عاملينه زي ديمو علشان نبقى نفهم البروسيس دي بتبقى ماشيه ازاي. تمام. فاحنا لو قلنا مثلا ان احنا عندنا ان المسؤولين عن البروسيس ده هم 6 اشخاص. اول حاجه البروجرام كنترول ليد، ده اللي هو المسؤول عن البروسيس دي. بعد كده الدوكيمنت كنترول، دوكيمنت اوثر، دوكيمنت اونر، البروجكت تيم، الدليفري بارتنر. طيب شوف كل واحد التاسك بتاعته ايه. اول حاجه البروجرام كنترول ليد ده التاسك بتاعته ايه، ده بيقول ان هو بياخد ملكيه الاجراء وبيضمن توافق جميع المستندات الخاضعه للرقابه. ده هنا المسؤول على الاجراء ده في الشركه كلها، يعني مفيش حد هيبقى مسؤول عن الاجراء ده الا بس الليد بتاع الديبارتمنت. طيب هل هو اللي هيسجل الكودينج سيستم ده؟ لا مش هو اللي هيسجل الكودينج سيستم ده، اللي هيسجل الكودينج سيستم الدوكيمنت كنترول، هو اللي بيضمن تسجيل المستندات في نظام الاداره وارقام مستندات فريده ومعالجه وفقا للاجراء. تمام. نيجي بعد كده مين اللي هيحدد، مين اللي هيحضر الدوكيمنتس نفسها اللي بعد كده المفروض يبعتها لحد تاني يعملها؟ الدوكيمنت اوثر اللي هو مسؤول عن انشاء المستند والمحتوى بجوده مناسبه وفقا للاجراء، يعني هو هيحضر المستند ويحضر المحتويات اللي مع المستند اللي جواها، الديسكريبشنز اللي جواها، التكنيكال دوكيمنتس اللي جوه، هو مسؤوليه الدوكيمنت اوثر. طيب الدوكيمنت اونر هو اللي بيضمن تسليم المستندات مع الارقام وفقا للاجراء، يعني ده بالاتفاق مع الاجراء. مين اللي هيطلع الرقم؟ الدوكيمنت كنترول. مين هيحضر المحتوى؟ الدوكيمنت اوثر. مين اللي هيتفق ان الدوكيمنت ان النمبرنج ده ماشي مع الدوكيمنتس دي؟ الدوكيمنت اونر. طيب باقي مين عندنا تاني؟ البروجكت تيم اللي هم هيبقوا موجودين تو مانج الكنترول على كل الدوكيومنتيشن دي او ان هم هيتعاملوا في البروسيس دي بعد كده. تمام. اخر حاجه عندنا الدليفري بارتنر اللي هو مسؤول عن ضمان ترقيم جميع المستندات الخاضعه للرقابه. تمام. ده اللي هيبقى مسؤول ان هو يريفيو النمبرنج ويريفيو السيستم كله ويبقى هو شايف عنده النظره العامه لكل السيستم او كل البروسيجرز اللي اتعملت. تمام. هنا بعد كده بنشرح البروسيجر نفسها، بنحاول ان احنا نوضحها هنا علشان تبقى واضحه وايه وباينه. ده برضو من ضمن اللي هو define scope and ايه، نعيد اسمها define scope and ايه، process and scope.
تمام. طيب ان احنا هنا بنقول ان احنا ممكن نتعرف على جميع المستندات القابلة للتسليم اللي بتطلع في المشروع من خلال رقم فريد بواسطة الدوكيمنت كنترولر لتسهيل عملية التخصيص وانواع المستندات. تمام. ايه تاني؟ ده كده شرح للعملية اللي احنا بنتكلم فيها. طيب ازاي بقى تطبيق عملي، ازاي هنقدر ان احنا نعمل ده؟ ده هنا بيقول لك ان هو هنا دي الكنترول بوينت بتاعتي، ان انا هنا حاطط الدوكيمنت كنترول هو الكنترول بوينت بتاعتي في كل حاجه. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه، عن البروسيس دي. البروسيس دي هتحصل ازاي؟ اولا انا عندي كذا element كده لازم اخد بالي منهم. اول حاجه البروجكت نمبر، تاني حاجه الديسيبلين لو احنا بنتكلم عن كودينج للبروجكت او للدوكيمنت، بعد كده الدوكيمنت تايب، وبعد كده سيكونس نمبر، واخر حاجه الريفيجن. البروجكت نمبر ده اللي هي ايه؟ هو رقم ابجدي فريد مش متكرر قبل كده مخصص للمشروع من قبل القسم او المدينه او القريه او البلده او المقاطعه اللي بتنفذ المشروع ده. بمعنى ان انا مثلا عندي مشروع مثلا في القاهره، فانا هتلاقيني مثلا كاتبه اول حاجه ايه اللي هي تعني ان ده مشروع موجود في ايجيبت. تمام. 19 مثلا دي بتعني ان المشروع ده بدأ في سنة 2019. بعد كده 015 ده بدأ ان هو ايه، ده رقم المشروع رقم 15 في سنة 2019. تمام. فده اول حاجة البروجكت نمبر. بعد كده ببتدي ان انا اديله الرموز بتاعته. طبعا كل شركة بتتعامل معاه على حسب السيستم عندها والسيكونس اللي هي عندها شايفه هي شغاله ازاي، بس هو ده المثال اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. نيجي بعد كده على الديسيبلين، هو بيبقى عباره عن حرفين بيشيروا للقسم بتاع الوثيقه دي. دي وثيقه طالعه مثلا او حرف، الوثيقه دي مثلا ميكانيكال فهيبقى بنتكلم عنها ام، الكتريكال اي، اركتكتشر اي، ستراكشر اس، كده يعني. تمام. فبنتكلم بقى نبتدي ان احنا نحط هنا الابريفيشن للديسابلين بتاعنا علشان نبقى سهل ان احنا نعمل تصنيف للدوكيومنتس دي. طيب بعدين بنتكلم عن دوكيومنت تايب. طيب نوع الدوكيومنتس دي، شوب دروينج مثلا احنا بنديها اس دي، از بيلت بنديها اي بي مثلا، ماتيريال ام اي ار مثلا، ماتيريال سبميت ام اس مثلا او ام اي ار، ار اف اي مثلا لو هي ريكويست فور انفورميشن. ندي اختصار للدوكيومنتس دي من حرفين او من 3 حروف علشان نحدد نوع الوثيقه دي ايه. وبعد كده بنديها رقم ديجيت من 5 ارقام، من 5 ارقام عشان طبعا احنا لو كملنا الحرف طبعا مش هنا عندنا بتقعد بالسنين، فعلشان يبقى سهل علينا ان احنا ما نزودش رقم او مثلا ما نعملهاش 3 ارقام وبعدين نتفاجئ ان هو المشروع بقى قعد كتير فهو 3 ارقام خلاص خلصوا، فاحنا محتاجين ان احنا نزود ديجيت زياده وبعد كده يبقى عندنا مشكله في السيكونس بتاع الدوكيومنتس، فاحنا من اولها نديها 5 ديجيتس علشان لو انا جيت بعد كده كملت يبقى خلاص هي كده تمام. واخر حاجه بنتكلم فيها اللي هي الريفيجن، اللي هي الريفيجن ده رقم الاصدار بتاع الدوكيومنتس، ريفيجن 0، ريفيجن 1، ريفيجن ايا كان انت حضرتك بتديله ريفيجن ايه. في ناس بتتعامل بالنوميريكال اللي هي 1 2 3، في ناس بتتعامل بالحروف اللي هي اي بي سي، احنا عامه هنا في مصر بنتعامل بالارقام. تمام. دي سامبل عن الكودينج سيستم او النمبرنج سيستم. هنا قلنا اول حاجه هنا بيبقى هنا رقم البروجكت، بعد كده هنا الاليمنتس الثاني اللي هو او اللي هو رقم البلده، بعد كده الديسيبلين، بعدين الدوكيمنت تايب، بعدين هنا السيكونس نمبر، واخر حاجه ايه هي اللي هي الريفيجن اللي هي ايه، اللي هي 0 1 2 3. تمام. ده كده اول حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها الريفيو اند تست. دي بقى هنا شويه تعريفات خاصه بالدوكيمنت سيستم، يشرح فيها الدوكيمنت كنترول وبيعرف فيها الدوكيمنت مانجمنت سيستم، بيعرف عليها يعني ايه document placeholder. دي كلها تعريفات ممكن تقروها بعد كده فيما بعد. بعد كده revision والversion والchecking documents. يجي بعد كده نتكلم عن checking documents. احنا كده خلصنا عن document numbering، بعد كده يبتدي يدخل في revision control.
revision control دلوقتي هل انا عندي ازاي احنا بنقدر نعمل control على revision؟ يعني ببتدي اشتغل ازاي؟ ايه superseded ده؟ stem superseded او تمام؟ must include previous one after modification تمام same subject new revision same subject ولا same reference اصل هي ممكن تكون same subject وهي alternative لحاجة تانية لا هي same reference مش subject تمام مع كل تسليمة بيحصل فيها تعديل هقول لحضرتك هي المفروض ان هي تكون same reference لان انا ممكن مثلا اكون انا مقدمة مثلا معدة تشيلر مثلا او تشيلر مثلا من شركة اي بي بي فانا هقدمه material submitter رقم 2 لما اجي اقدم تشيلر تاني بس انا عاملاه من شركة شنايدر مثلا او البروفايدر بتاع شركة شنايدر فانا لازم اغير الرقم فهيبقى مثلا material submitter رقم 5 فعشان اجي اعمل revision فهما الاتنين تشيلر بس عندنا هنا السبلاير مختلف تمام فالعنوان احنا اتفقنا من الاول ان العنوان مش ريفرنس لينا كدوكيمنت كنترول خالص دايما الريفرنس لينا النمبر اوكي طيب الريفيجن كنترول الريفيجن كنترول ده هو نظام ترقيم لمراجعه المستندات هو نظام بيتحكم في المستندات الهندسيه عامه وبيبقى مفروض ان هو موجود لتعديل او لمعرفه ابديت للدوكيمنتس دي تمام يعني انا عندي دوكيمنت دلوقتي حصل عليها تعديل هعرف من فين ان دي اخر دوكيمنتس موجوده ولا مش موجوده محتاجه ان انا اعرف ان الدوكيمنتس دي انهي اخر وثيقه هبقى انا بدور على اخر ريفيجن هبقى موجود مهم جدا ان حضرتك تحط كل الريفيجنز موجوده في مكان واحد علشان تعرف تقدر تعرف او تقدر توصل لللاست ريفيجن فيها يعني لو انا بحطها في مكان تاني فانا هاجي ادور عليها فهبقى مش عارف هو ايه اللي كان قبل كده وايه اللي بعد كده انما لو كلهم في مكان واحد ده هيبقى حاجه هتسهل عليك جدا ان هي ان حضرتك تقدر توصل لها بسهوله طيب نتكلم بعد كده عن الدوكيمنت نيمينج الاسم زي ما كل وثيقه بيبقى لها رقم فكل وثيقه ليها اسم محتاج جدا ان انا اعرف ان الدوكيمنت دي تبقى اسمها عباره عن ايه لازم تكون التسميه بتاعت الدوكيمنت دي وثيقه ذات مغزى تسميه وثيقه ذات مغزى ما ينفعش ان انا حاجه اكتب عليها مثلا ايه اركتكتشر دروينج طب انا هعرف من فين ما انا كل دروينج هي اركتكتشر دروينج هعرف من فين ان دي دروينج مثلا للاسطح مثلا للويلز مثلا للارضيات لاي حاجه من الحاجات دي فلازم التسمية بتاعتي تكون تسمية وثيقة تسمية الوثيقة هي المفتاح لضمان إن المعلومات الهامة لتحديد الوثيقة متاحة للاستخدام الفوري والاستخدام المستقبلي بمجرد اكتمال المشروع لأن أنا لو عندي التسمية دي مش تسمية دقيقة ومش معبرة عن الدوكيمنتس اللي جواها دي أنا مش هعرف أوصل لها يعني لو أنا بدور على حاجة سبجكت مثلا أو بكريتيريا معينة أنا مش هعرف أوصل لها فالعناوين الوصفية وأسماء الملفات ضرورية جدا للمساعدة في تصفية المستندات في البحث واسترجاعها وتحديدها واستخدامها يعني أنا بحاول إن أنا أحددها وأقدر إن أنا أرجع لها دي فمهم جدا إن أنا أعرف الدوكيمنت دي أسميها تسمية كويسة عشان أعرف أوصل لها طيب الكتلة بتاعت العنوان دي لازم تكون موجودة في أول صفحة في المستند ولازم تكون الريفرنسز بتاعته والريفيجنز موجوده في كل صفحه من صفحات المستند انا مثلا لو بقدم دوكيمنت مثلا خاصه بماتيريال سبميتال مثلا فمحتاجه ان انا تبقى موجوده في الكفر بيج بتاعتي كل الديتيلز دي ويبقى في جزء منها موجود في الفوتر بتاع بقيه الدوكيمنتس اللي هي الاتاتشمنت دي حاجه مهمه جدا عشان انت لو حصل ميسنج لاي دوكيمنت من الثانيه يبقى انت تعرف توصل له طيب ندخل بقى للجزء العملي يعني checking documents انا وانا بعمل check documents بدور على ايه بقى اول حاجه بتقع عيني عليها في الدوكيمنتس يعني انا دلوقتي قدامي فورم احنا كده قلنا انا ازاي بقدر ان انا اجهز الفورم بجهز الفورم حددنا مين اللي هيحط الرقم مين اللي هيكتب الكونتنت بتاع الدوكيمنتس
مين اللي هيراجع، مين اللي هيجي بعد كده يقدم الدوكيمنتس. طيب لما اجي انا بعمل الكواليتي تشيك على الدوكيمنتس ببص على ايه؟ لا مش الريبورت، انا بعمل كواليتي تشيك على الدوكيمنتس نفسها، الرقم والريفيجن والتاريخ. تمام، وايه تاني؟ بكلوز اور اوبن ازاي وهي لسه جايه لي؟ انا جاي لي دوكيمنتس كده لسه محتاج ان انا ابص عليه. طبقه المرافقات المكتوبه على الكفر ترانسميتر. تمام، العنوان، ديت، تقدم قبل كده ولا لا، الاسم، الستامبس، العنوان. تمام، المرافقات والتوقيع، الاختام، وطبقه متطلبات المرحله، طبقة السيريال مع الموضوع. تمام، طيب أنا دلوقتي لما باجي، أنا دلوقتي عندي documents أهي قدامي، دي عبارة عن transmittal of documents، أنا هبتدي أتعامل معاها. أنا خلاص أنا ك أنا ك أنا ك ك كمقاول خلاص أنا عملت create للcover ده وخدته وحطيت عليه اديت السيريال نمبر بتاعه، وجي المهندس كتب لي الكفر بيج بتاعتي او اداني الكونتنت بتاعت السبميتل ده، وانا بدات ان انا احطه وبدات ان انا اتعامل معاه، ان خلاص ده كله جاهز كده للتسليم، وهبتدي ان انا اروح اسلم. الدوكيمنت كنترول بتاع الاستشاري وانس ان هو توصل له الدوكيمنت دي هيبتدي يبص فيها عليا. اول حاجه بتقع عينيه عليها فيها هي السيريال نمبر. تمام، السيريال نمبر يبتدي يطابق، هل السيريال نمبر ده اخر سيريال، هو بعد اخر سيريال انا استلمته، يعني انا مستلم 5 من يومين 3، هل ده رقمه 6 والريفيجن بتاعه مظبوط ولا لا؟ هل انا استلمت الدوكيومنتس دي قبل كده ولا لا؟ لا. اول حاجه نبص عليها هي الريكوست نمبر. الريكوست ده النمبر بتاعه ابديتد ماشي مع السيستم اللي انا مستلمه ده ولا لا؟ تاني حاجه الديت، بشوف الديت ده مطابق ولا لا. سي مثلا انا استلمت امبارح ريفيجن مثلا سبميتد مثلا رقم 5 او ترانسميتد اوف دوكيمنت رقم 5، وده كان بتاريخ 20 مثلا اللي هو بتاريخ امبارح، ينفع يجيب لي حاجه النهارده ريكوست رقم 6 بتاريخ 19؟ ينفع ولا لا؟ بالظبط. ليه؟ لان حصل فيه سيكونس في الريكوست نمبر بس ما حصلش سيكونس في الديت، هو الديت ده مش مطابق لان هو الديت بعد الديت اللي هو مسلمني بيه. هو ينفع يقدمها لي بتاريخ 20 بس ما ينفعش يقدمها لي بتاريخ 19. تمام، خلينا متفقين على كده. نيجي بعد كده نتكلم في ايه تاني حاجه بعد كده. التالت حاجه بنبص عليها الدوكيمنت تايب، نوع الدوكيمنتس دي، انت مقدم الدوكيمنتس دي عباره عن ايه، هل هي عباره عن دروينج، هل هي عباره عن دوكيمنتس، هل هي عباره عن سي دي مثلا، ايه نوع الدوكيمنتس اللي انت مقدمها، وهل هي مطابقه للاتاتشمنت اللي حضرتك متقدمه ولا لا. تمام، بعد كده اشوف الدوكيمنتس دي ايه الهدف من استلام الدوكيمنت دي، انت بعت لي الدوكيمنت دي ليه؟ هل حضرتك بعتها لي فور انفورميشن ولا فور ابروفل ولا فور كومنتس؟ يعني هل هي انا هبعتها للكلاينت عشان يجي عليها ابروفل، ولا هل انا هديها للاستشاري يحط عليها كومنتس، ولا هل هي فور انفورميشن انا بس هبص على الدوكيمنتس بتاعتي؟ لازم برضو يكون المقاول حاطط تشيك بوكس على اي حاجه من الثلاثه دول عشان يحدد لك انت الدوكيمنت دي مبعوته ليه. تمام، بعد كده حضرتك هتبص على السيجنتشر الموجود على الدوكيمنت دي عشان تتاكد ان هي دوكيمنت اصليه متوافق عليها من مدير المشروع وجايه لك. تمام، وبعد كده السيجنتشر بتاعه مدير المشروع. طيب انا كده خلاص خلصت، في كده حاجه ناقصه تانية انا ببص عليها وهي مش موجوده؟ في حاجه ناقصه كده ولا كده خلاص كله تمام كده عندي بالنسبه لي الدوكيومنتس كده تمام اقدر ان انا استلمها؟ لا، ما احنا راجعنا الريفيجن مع الريكوست نمبر فوق، راجعنا الدوكيومنت تايب، مع هو المفروض الديسكريبشن هنا خلاص موجود، المرفقات، برافو، المرفقات صح، الاختام صح. حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى موجوده هنا الختم، لازم تكون مع كل ورقه جايه لك تستشاري تكون مختومه بختم المقاول عن كل ورقه، واهم حاجه الكفر ان هو لازم يكون مختوم عشان تتاكد ان ده المقاول اللي بعتها لك مش ورقه جايه لك في الدرافت او اي حاجه. تمام، ليه في اتنين توقيع؟ هو هنا ما فيش اتنين توقيع، هو ده اسم مدير المشروع وبعد كده ده السيجنتشر بتاع مدير المشروع برضو، ولا حضرتك بتتكلم على التوقيع اللي تحت؟
حضرتك لو بتتكلم على التوقيع اللي تحت، فالتوقيع اللي تحت احنا لسه ما جينا لهوش، احنا لسه بنتكلم في الجزئيه اللي فوق بتاعه المقاول، لسه ما نزلناش لتحت. تمام. وبعد كده لازم نراجع الاتاتشمنتس، هل هي فعلا ريليتد للسبجكت ده، وهل كلها مختومه مقريه ريليتد بالموضوع ولا لا، هل هي مكتوب عليها النمبر اوف بيج ولا لا. لازم يتحدد في الكفر بيج هنا بتاعتك كل الدوكيومنتس. انا مثلا ان حضرتك مسلم مع الكفر ده، مستلم 7 ورقات اي 4، لازم يكون متحدد حجم الورق ونوعه وعدده، لو كان معاه سي دي لازم برضو يكون متحدد. ليه؟ علشان لو وانت في السكان او في التصوير ضاعت منه ورقه في النص، وقعت حاجه في النص وانت بتسلم الورقه دي مع الراجل اللي بيروح يسلم الحاجه، وقعت منه حاجه، يبقى احنا متاكدين ان كل الدوكيومنتس دي كلها كنترولد في الكفر ده وما عنديش اي حاجه ناقصه. تمام. خلاص انا بالنسبه لي كده ببتدي ان انا استلم وما عنديش اي مشاكل بعد كده في التسليم. طيب لما اجي استلم، مش انا عندي شويه بروسيجرز كده؟ اي حد خلاص انا ممكن استلم، يعني انا ممكن اسيب الختم بتاعي مع اي حد موجود في الشركه وهو يستلم، ولا لازم شخص معين هو اللي يستلم؟ مين اللي المفروض يستلم الدوكيومنتس دي؟ لازم شخص معين. تمام. مين الشخص ده؟ الدوكيمنت كنترول. طب ممكن في حد تاني غير الدوكيمنت كنترول هو اللي يستلم الدوكيمنتس؟ مهندس المكتب الفني؟ لا، هو مش مهندس، هو ممكن السكرتير يستلم مكانه. تمام. طيب احنا كتبنا هنا كده شوية اجراءات لتسليم الدوكيمنتس. اول حاجة مدير المشروع بيقرر مين هو اللي بيستلم الدوكيمنت، كل الدوكيمنتس والوثائق اللي جايه في المشروع. اتنين، يجب على اللي بيستلم الحاجه دي لو هو حد غير الدوكيمنت كنترول لازم يسلمها فورا للدوكيمنت كنترول علشان يبتدي ان هو يعمل لها ديستريبيوشن فورا وما تتاخرش ما بينهم هما الاثنين، ويبقى تكنيكال تيم لسه ما خدش حاجه منها. ثلاثه، بيتم فحص محتويات الدوكيمنتس دي بناء against الترانسميتال ليست. يعني انا المفروض انا مثلا كاستشاري، انا المقاول جاي جايب لي دوكيومنتس مثلا 20 سبميتال، المفروض ان هو يكون عامل كفر بيج بال 20 سبميتال دول، وانا بختم له الكفر بيج بس ان انا بعد ما راجعتهم ان انا استلمت منه 20 كفر او 20 شوب دروينج مثلا، 20 ترانسميتال، وانا مراجعهم هم بارقامهم بالريفيجنز بتاعتهم في التاريخ ده، وبستلم له كفر بيج ده علشان يسيبهم لي بعد كده استلم منه بقيه الدوكيومنتس الثانيه، لان انا ما ينفعش استلم له الكفرز الثانيه من غير ما ابص عليه. فضروري ان يكون في ترانسميتال ليست تقول ان هو مسلمني قد كده في الوقت الفلاني. تمام. انا بقى خدتهم رجعتهم في ساعه، رجعتهم في اتنين، رجعتهم في اخر اليوم، استلم له الدوكيومنتس دي براحتي، بس في الاخر انا استلمت منه ترانسميتال ليتر بكل الدوكيومنتس اللي هو مسلمها لي. دي كده كام؟ اتنين. محتاج ان انا تكون الدوكيومنتس بتاعتي تكون واضحه، كل الدوكيومنتس لازم تكون واضحه مقريه ودايما عندها كونتنت ليست. يعني لو هو مقدم لي ماتيريال مثلا لازم يكون حاطط لي كونتنت ليست بالماتيريالز، بايه الحاجات اللي حاططها، حاطط داتا شيت، حاطط سامبل، حاطط معاها مثلا اسمه ايه ده، كتالوج، اي حاجه من الحاجات دي مهمه جدا ان هي تبقى موجوده معايا في الدوكيومنتس. تمام. طيب عندي كام بقى ستامب انا ممكن استعملهم؟ عندي كذا ستامب. اول حاجه لازم تكون عمليات الارسال دي تكون واضحه، احنا قلنا ان هي تكون واضحه ومقريه وتحتوي على قائمه بالمحتوى. اتنين، لازم ان كل الحاجات دي لازم تيجي تروح للدوكيمنت كنترول يختمها اول حاجه بختم الريسيف. تمام. لو هي تمام اوكي بيختمها اول حاجه ختم الريسيف، ويختم الدوكيومنتس بتاعته اللي هو هيوزعها داخليا بختم الديستريبيوشن علشان يبتدي ان هو يدخلها لمدير المشروع. دي بقى هتبقى الكونسيرن بتاع الديستريبيوشن ده على حسب الاداره عندك،
هل هو محتاج ان هو يدخلها لمدير المشروع عشان يديه الديستريبيوشن ليست يوزعها عليهم، ولا هل هو عارف الدوكيومنتس دي هما متفقين قبل كده مسبقا، متفقين على ديستريبيوشن ماتريكس، هو كل حاجه هتيجي هتروح لفلان، او كل حاجه هتيجي هتتقسم على حسب الديستريبيوشن ماتريكس الموجوده عندنا، وبالتالي الحاجه دي هتروح للشخص المعني. وبعدين لو الحاجه دي تمام خلاص اوكي، بعد كده الدوكيومنتس اللي حصل عليها ابديت او اللي حصل عليها كانسل او الدوكيومنت اللي اتعدلت بدوكيومنتس ثانيه بتتختم بختم السوبر سيد، تمام. وبعد كده في عندنا ختم الكنترول كوبي، نبتدي بعد كده نعمل كوبيز من الدوكيومنتس اللي احنا استلمناها دي، نبتدي نوزعها على الناس المعنيين اللي هم المفروض هيستلموا الدوكيومنتس دي. مهم جدا ان احنا بعد ما نعمل الكوبيز دي نختمها بختم اسمه كنترول كوبي، علشان نتاكد ان الدوكيومنتس اللي انت مسلمها للشخص دي هي نفس الدوكيومنت، ما تغيرش منها ريفيجن. ليه؟ لان احنا كدوكيومنت كنترول بتقابلنا مشكله في المواقع، ممكن يكون حضرتك مدي لمهندس لوحه معينه كنترولد وانت مسكنها ومصورها وعندك نسخه منها وعملت له ديستريبيوشن، وفجاه تكتشف ان في اجتماع من الاجتماعات اتبدلت اللوحه دي كان فيها غلطه فاتبدلت بلوحه تانية. المهندس اللوحه اللي عنده ممكن تكون مش كنترول، حضرتك ما عندكش كوبي منها، انت ما عندكش اي ريكورد باللوحه اللي اتبدلت دي، بس في الاخر انت بتفاجئ ان انت عندك مشكله ان اللي عندك في الريكورد غير اللي هتطلع من عند المهندس بعد كده في الاكشن. فده نقدر نحلها ازاي؟ حضرتك بتقدر تحلها ان كل كوبي بتطلع من الدوكيمنت كنترول اوفيس بتتختم ختم اسمه كنترول كوبي، ختم كده بيبقى احمر اسمه كنترول، ان النسخه دي نسخه اوريدي معمول لها كنترول، تمام. وتروح للمهندس بيخلص فيها اللي هو عاوزه، اي حاجه ممكن تطبع من البرينتر او من اي حاجه مش هيبقى موجود عليها الستامب ده، فاي حاجه تانية هتعتبر ان هي مش كنترول كوبي، مش درافت، هتعتبر ان هي درافت، حاجه انت مالكش دعوه بيها، مالهاش علاقه بالريكورد بتاعك، تمام. انا كده خلاص استلمت الدوكيومنت، عملت لها ديستريبيوشن، بعتها للكونسيرن بيرسون، عملت منها الكابز وبعتها خلاص تمام، عملت عليها كنترول، طلعت لي بعد كده الدوكيومنت عليها الكومنتات بتاعه الانجينير، وحاطط عليها ايه كمان، وهو بعد كده مدي لك عليها الاكشن كود تحت. انا محتاجه ابص عليها لما الدوكيومنتس بتجيلي بعد كده، انا بتكلم دلوقتي كده على الاستشاري، لما الاستشاري المهندس الاستشاري بيبعت لي الدوكيومنتس بتاعتي وانا دوكيومنت كنترول شغال مع شركه استشاري، بتاكد ان انا عندي هنا شويه كومنتات المهندس كاتبها، ما يخصنيش هو كاتب الكومنتات بتاعته هنا ايه، كل اللي يخصني ان هو كاتب الكومنتس بتاعته هنا في المكان بتاع الكومنتس، وان هو مختار اي اكشن كود من الاكشن كودز دي. طبعا مش محتاج ان انا راجع الجزء اللي فوق ده، لان اوريدي الجزء اللي فوق ده انا راجعته مره قبل كده وانا بستلم الدوكيومنتس، تمام. فمحتاج ضروري جدا ان انا راجع الدوكيومنت الكومنتس وراجع ان في اكشن كود هنا، واتاكد ان المدير المشروع هنا ماضي، واتاكد ان في التاريخ موجود، تمام. انا بالنسبه لي كده الدوكيومنتس دي تمام، هبتدي ان انا اعمل منها كوبي وابتدي ان انا اسلمها للمقاول بتاعي، تمام. احنا كده خلصنا جزء بتاع الريسيفت، اوكي. احنا عندنا المره دي اساينمنت، محتاجين ان احنا نعمل انترنال بروسيس ماب لاي بروسيجر في الدوكيمنت كنترول، اي بروسيجر انت تعجبك، تمام. هتحاول ان انت تحدد فيها البروسيس ستابس، الريسبونسبيلتي، التايم فريم بتاعت كل بروسيس، تمام. هو ده التاسك بتاع المره الجايه، محتاجين ان احنا نعمله قبل المحاضره الجايه، يعني الماكسيمم كده يوم الجمعه، هبقى محتاجه ان اخر تاسك تكون متسلمه تكون يوم الجمعه الساعه 12 بالليل، عشان بعد كده مش هيبقى عندنا وقت ان احنا نراجع، تمام. محتاجين ان احنا نراجعها، علشان انا محتاجه ان انا اكتب لكم عليها الكومنتس عشان نبقى متاكدين ان هي تمام وصل المعلومه. دلوقتي فترة الأسئلة، ممكن التاسك تاني. التاسك احنا دلوقتي طبقنا البروسيس ماب على البروسيجرز بتاعت الدوكيمنت نمبر، تمام. عاوزين نفس التطبيق كده على اي بروسيس في الدوكيمنت كنترول حضرتك تطبقه، استعمل فيها البروسيس ستابس،
تستعمل فيها الريسبونسبيلتي، تحدد الريسبونسبيلتي بتاعت كل شخص عن البروسيس دي، حدد له تايم فريم، ولو عاوز تعملها بروسيس ماب اوكي، عاوز تكتبها بايدك زي ما احنا كنا كاتبينها هنا تمام، بس هي احسن لك ان انت تعملها بروسيس ماب. تمام، في اي بروسيجرز من اللي احنا بنتعامل فيها كدوكيمنت كنترولرز، يعني ممكن تعملها في الديستريبيوشن، ممكن تعملها في الريسيت، ممكن تعملها في ايه تاني، في الاركايفنج، في الفايلنج، اي حاجه. تمام، حضرتك هاتي نموذج مثلا الاي ار وقولي عليه احنا بنعمل فيه ايه الاجراء من ساعه ما بيطلع الاي ار عند المقاول لحد ما بيتسلم عند حضرتك، ايه البروسيس اللي انت بتعمليها. ممكن تستعمل في الريسيت زي ما احنا قلنا النهارده، ممكن تعملها للبروسيس مثلا بتاعه الاركايفنج، بروسيس بتاعه الهاندينج اوفر، الفايلنج، اي حاجه. تمام، حد بقى عنده اي سؤال؟ احنا ممكن دلوقتي نفتح الفويس لاي حد عاوز يسأل. استاذ يحيى اتفضل. استاذ رأيي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا كنت كلمت حضرتك قبل كده ان انا محتاج اخد نقله، والحمد لله خدت النقله يعني، وفي الشركه الجديده حاليا. تمام، في بالنسبه للكود قابلني اول مره اشوف ان الكود ممكن يكون بي على سي، يعني انا كنت اعرف قبل كده يا اما بي يا اما سي، انما فوجئت ان عندي كود بي على سي. الاستشاري بتاعك شاكر؟ لا، دي ام اي. تمام، فطبعا لما سالت عن الموضوع ده قالوا لي ان هو بملاحظات واعاده التقديم. طيب ليه هو واخد بي على سي؟ طب ما هي نفس فكره السي. فدي حاجه انا في حاجه انا استغربتها، بس طبعا اضطريت امشي على النظام اللي موجود يعني. تمام، بص، هو بي على سي حاول ان انت توقف لهم علشان يبطلوا القصه دي، ان هي دي مشكله هتقابلك قدام بقى في الاسبلت. لو حضرتك بتتكلم كده عن الشوب درونج هتلاقي في مشكله معاك في الاسبلت، ان هم مش هيرضوا يطلعوا ريفيجن للوح اللي بي على سي علشان هي واخده بي، مش هيبقى شايف ان هي واخده سي. تمام، بس تمام. هي كده كده دي المفروض ان هي ريفايز، يعني هما اي كومنتس بيكتبها. احنا الفرق ما بين البي والسي، البي بتبقى بي يعني ابروفد بتاع ده، ابروفد ويز كومنتس. تمام، ان هو يقدر ان هو يعمل لها، ان هي تقدر ان هي يقدر يشتغل بيها في المشروع. بس عندك السي ان هو لازم يعدل الكومنتس بتاعته دي، بيعمل لها ريسبميت تاني علشان يقدر ان هو ياخد بيها كود بي او ايه. تمام، تمام. فالبي السي دي لازم هترجع، فاي حاجه فيها سي حضرتك تمسك تماما ان هي لازم ترجع لك تاني، ان هي تبقى عشان تاخد لا اما بي لا اما ايه. انما حاول من معاك، انا طبعا انا برضو بعاني نفس المعاناه عندي برضو في شركتي، بس هو بيبقى مفهوم خاطئ عند الانجينيرنج، بس ما ينفعش انت تسكت عليه، حاول انت تاخد فيه اجراء ان هو يبقى لا اما بي لا اما سي، عشان يبقى واضح يعني واضح الكود للناس. بالنسبه مثلا لو وصل اخر ريفيجن لي، ان انا احاول اوصل اخر ريفيجن لي ان هو يكون ابروفد، فده نقطه كويسه. يا ريت، بس هو ما فيش حد بيوصل للايه دايما. لا، ان انا اوصل ان هو يبقى بي، يعني من بعد ما بي على سي يبقى بي بس ابروفد. ما هو لازم يبقى بي، ما ينفعش تسيبه كده يبقى الفاينل بتاعه بي على سي. تمام، هو هي دي نفسها اصلا، ده اصلا اجراء خاطئ، لان هو لا اما عنده، لا اما الحاجه دي مقبوله، لا اما الحاجه دي مش مقبوله. لا اما الحاجه دي مقبوله ويمكن ان هو يمشي بيها في المشروع، وان هو ينفذ الكومنتس اللي المهندس كاتبها له، او ان الحاجه دي محتاجه ان هي تتعدل وترجع له تاني. مظبوط، تمام. في نقطه تانية برضو واجهتني، فكره لو حاجه هتتكنسل واخده ريسيفد معين، واخده ختم معين بنفس رقمها، يعني امتى نشيل حاجه نحط حاجه تانية مكانها؟ هو قصه ان انت تشيل حاجه وتحط حاجه تانية مكانها ده مرفوض. تمام، لان حضرتك ممكن تخليها كانسل، تديها ختم كانسل برقمها بتاريخها بكل حاجه، هي دوكيومنتس موجوده عندك في وسط الريكورد وهي كانسل. تمام،
انما طب لازم قصه ان انت تشيل رقمها دي وتحط رقمها الدوكيومنتس الثانيه دي هتعمل لك كونفليكت بعدين، لان وارد ان يكون ناس من الديستريبيوشن ليست اللي راحت لهم الحاجه دي احتفظ بالدوكيومنتس دي عنده بالنمبرنج بتاعه ده، فممكن تطلع لك بعد كام بعد فتره طويله الدوكيومنتس دي بالنمبرنج القديم بتاعها، هتعمل لك تمام انت مشكله. فاهمني؟ تمام استاذ محمد طه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذه رقية؟ الحمد لله تمام بخير. معلش احنا كنا بنتكلم على ريفيجنز في اي ترانسميتال، اعتقد في نقطة خلافية بس شوية. انا كنت بقول ان هو لازم الريفيجن يكون السيم سبجكت للبريفيوس وان. فحضرتك قلتي لا، احنا ممكن مثلا لو في ماتيريال سبميتال جاي من ثانية واحدة مورد ثانية تاني. واحدة ثانية اتفضلي. واحدة حضرتك بتتكلم ان هو الريفرنس واحد وهو لازم يكون السبجكت واحد، تمام؟ اه بالظبط. يعني تمام هو ده صح، حضرتك عندك حق. انا فهمت حاجة تانية، انا فهمت ان حضرتك بتدي ريفيجن لكل الحاجات اللي السبجكت بتاعها واحد. لا لا، انا قصدي ان هو يعني لو مثلا عندي ماتيريال سبميت الرقميه ريفيجن واحد، هيكون نفس السبجكت مطابق لل100 ريفيجن زيرو. بالظبط ايوه تمام كده اوكي. تمام. انما ممكن طبعا وحاجة كمان، وممكن حاجة طبعا كمان في السبجكت الماتيريال، يكون اتفضل. في حاجة كمان ان في الماتيريال سبميتال هو بيقدم ايتم واحد، يعني ما ينفعش يقدم سيستم كامل. فاهمني؟ يقدم يا فندم. يعني يقدم ايتم واحد في الماتيريال، بحيث ان هو مش المرة دي مثلا يجي يقول لك مثلا ان انا هقدم الايكويبمنت دي، يجي في المرة التانية يقول لك الايكويبمنت دي انا هقدم الاكسسوارز بتاعتها. في نفس السبميتال هتلاقيه هو بيعمل لك ريفيجن، بيغير لك السبجكت ريليتد لنفس الايكويبمنت. بالظبط. فاحنا عشان نمنع ده احنا بنقول ان انت هتقدم ايتم واحد بس في الماتيريال سبميتال للاعتماد، بحيث ان تمام. الانجينير لما يجي يرد عليك هيديك يا اما ابروفد يا اما ريفايزد على ايتم واحد، لان هيجي بعد كده هو مقدم اكتر من ايتم في الماتيريال سبميتال الواحد، هتلاقي في الاخر المهندس عنده حاجات متوافق عليها وحاجات مش متوافق عليها، فمش قادر ساعتها نقع في المشكله بتاعت البي والسي اللي لسه استاذ يحيى كان بيتكلم عنها ايوه من شويه. ايوه ايوه تمام. صح كده. فده برضو شرط من شروط الماتيريال ان هو يقدم ايتم واحد نفس السبجكت في كل ريفيجن بنفس الريفرنس. تمام. بس هو احيانا بالذات بالنسبه للاكسسوارز، يعني هو مثلا لو هيجيب مثلا بلاستر اكسسوارز، هو بيحط الاول هو بيوافق على المانوفاكتشرر نفسه. تمام. وبعد كده بيقدم سبميتال تاني جديد برقم جديد للاكسسوارز. تمام هو كان واخد موافقة على المورد قبل كده أو المصنع تمام اللي هو هيجيب منه، بس هيجيب الأكسسوارز، مش هيجيب مثلا كل أكسسوار منفرد لوحده في سبميتر. يعني أكيد هي لا هو هيجمع الاكسسوارز كلها مع بعضها. فاهمني؟ بالظبط. هو طالما بس المورد مش متوافق عليه هيقدم مثلا فخلاص في غالبا ماتيريال بنسبة مره 90% للتشيلر فيه. مثلا، مش هيقدم مره للتشيلر وفي نفس الماتيريال هيجي بعد كده بعديها مثلا بشهرين يقدم لك الاكسسوارز بتاعت التشيلر على نفس الماتيريال. فاهمني؟ ايوه تمام مع حضرتك، اتفق معاك. تمام ماشي يا فندم، شكرا. ماشي يا فندم بالتوفيق. طيب استاذ محمد رمضان اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أستاذة مجهود؟ طيب ربنا يخليك شكرا. الله يجزاك الخير. أنا بتكلم على نفس النقطة اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي فيها بخصوص السبميتالز اللي بتقدم لماتيريال معينة وللأكسسوارز بتاعتها. ساعات بيحصل إن بيكون في أكتر من مهندس بيتابعوا نفس الموضوع، 2 مهندسين ميكانيك مثلا بيتابعوا نفس الأمر، وبيحصل ان واحد بيوافق سي على نوع معين من المواسير، ويجي التاني مع الاكسسوارات بتاعتها يوافق على اكسسوارات متركبش عليها، ويجي في الاخير المقاول بيطالب بفاريشن اوردر علشان اعمل كوردينيت ما بين السيستمين او ما بين النظام ده والنظام ده. فازاي نحكم حاجه زي كده؟ دي حاجة تكنيكال حضرتك كده ندخلك فيه، يعني احنا ما يعني ده بندخلش أمر من فيها. الألف للياء، ده تكنيكال، يعني دي حاجة يعني أوي أوي تكنيكال، بعيد عن document control خالص. تمام. هو بس الفكرة ان بيرجع الموضوع بيتعلق في رقبتنا برضو في الاخير، ان احنا لا احنا ما اظهرناش الاوراق او المستندات الاولانية
ولا دي بيكون الفكره او مسؤوليه المهندس ان هو المفروض يحتفظ بنسخته وهو اللي يرجع لها الكترونيا؟ لا دي مسؤولية الكوردينيتور بتاع المشروع، هو اللي بيكوردينيت الدوكيمنتس اللي عنده، بيكوردينيت الشغل بتاعه مع المهندسين الموجودين معاه. وارد ان مثلا هما يكونوا موزعين الشغل بطريقه معينه، بحيث ان في جزء كل واحد شايل تاسك لوحده بعيد عن التاني. بتاع الشوب دروينج مثلا، المهندس بتاع الشوب دروينج اللي بيراجع الدروينج غير اللي بيراجع الماتيريال مثلا، تمام؟ فهما الاثنين مش بيسمعوا مع بعض شغلهم، مش بيسمعوا مع بعض او مش بيتناقشوا مع بعض في الحاجات دي. فدي مش مشكله، مش مشكله دوكيمنتس خالص. مشكله مش الدوكيمنتس ان انت تخصها. مش تمام، ما تخصكش تماما، بس مشكلتك ان انت تبقى حاطط على السيستم الحاجه الابديتد بس. دي مشكلتك انت، ان هو يجي المهندس يدور يبقى عارف ان اللاست ريفيجن بتاع الحاجه الفلانيه كذا. دي مظبوط وظيفتك انت بقى، مش مظبوط. وظيفته هو، تمام؟ فهي دي، ده جزء اللي يخصك بس، ان هو بس هو يلاقي انا مش بحط اللاست ريفيجن بس، انا بحط الاول ريفيجنز، انا بحطها حلو. من تحط زيرو الاول لحد ريفيجن بس، بتهايلايت اللاست ريفيجن ان هو ده الموجود، ان ده اخر حاجه انا شغال بيها. تقدر تهايلايت، تعمل لها هايلايت هو مثلا في انا الصوت. بعملهم يعني. انا كنت شغال على سيستم اكسل شويه، مش يعني مش حاجه كبيره يعني. فكنت تمام. بحط ان كل سبجكت وكل ريفيجن او كل نمبر للاعتماد المتقدم او السبميت اللي متقدم بحط له رقم مباشره. فلاست 1 بيبقى ظاهر قدامي مثلا رقم 7، ريفيجن 1، ريفيجن 2، 3، 4 لحد اخر ريفيجن بيبقى تحت منه مباشره. الابديتد بتاعه بعمل له انسيرت وبكمله وبدخله فيه، فهو تمام بيبقى عنده الاول ريفيجنز تمام وبتبقى ظاهرة حضرتك قدامه. ممكن تظهر له ده اكتر، ان انت تعمل مثلا اللاست ريفيجن بلون محدد مثلا في الاكسل مثلا، او ان انت أها تبقى شادد خط على الـ على الـ على الـ على الكلام اللي ابتدى، على الـ أن على الكلمات يتصلي. بتاعه الريفيجنز القديمه، تمام؟ ان انت تبقى فهمت عامل عليها فهمت خط كده، بحيث ان هي تبقى معروف ان دي ريفيجنز قديمه، بس اخر ريفيجن هو ريفيجن مثلا رقم 5. لان هو ممكن تمام انت بطريقه الترتيب بتاعتك للاكسل شيت ما تكونش انت مرتبها على حسب الريفيجنز، فهو ممكن يكون يفتح الشيت الاكسل بتاعه بيشوف ان انت اخر ريفيجن 4 وهو شايفه المفروض 5. فلو حضرتك اه عامل لكل لاست ريفيجن لون، او محدد ان كل الريفيجنز القديمه متشخبط عليها بخط كده، فده هيبقى واضح اكتر ان الناس اللي تيجي تشتغل بعد منك عارفه ان لاست ريفيجن لونه اصفر، او ان الريفيجنز التانيه جرين متخفف عليها مثلا فانا خلاص حاجة. مش هبص عليه، تمام؟ فدي تمام هتسهل تمام عليك تمام وهتسهل عليه هو كمان. تمام تمام شكرا جزيلا، شكرا ماشي يا جزيلا. فندم، العفو. هي أسئلة تانية كده يا جماعة؟ زيها اتفضل. استاذ الو ايوه استاذه رؤية، اتفضل. حضرتك لو في ريف المفروض يتقدم ريفيجن وتقدم بالغلط برقم جديد، يعني انا تمام اتبلغت من المكتب الفني ان هو حاجه جديده وبعدين اكتشفنا ان هو المفروض كان يتقدم ريفيجن، دي تمام هنلاقي ايه؟ دي النقطه. النقطه الثانيه لو حاجه اتكنسلت ينفع الشير يردها من غير ما يديها كود؟ ما هي اتكنسلت، هيرد عليها بكود ازاي؟ تمام. طيب النقطة يعني ايه بس هي اتكنسلت؟ يعني هي اتكنسلت من ريكورد ولا اتكنسلت من مشروع؟ لا هو مثلا دمج ريكوستين في ريكوست، ففي ريكوست ملوش مثلا فايدة فهو كنسله. حضرتك بتكنسل خلاص، هو بيتكنسل مش هيتحط عليه كود اصلا. طيب كويس. هو بس المشكلة دلوقتي في حاجة اتقدمت مثلا المفروض تتقدم بفيجن واتقدمت برقم جديد، ايه افضل حل ليها؟ بص دي اصلا تبقى غلطتك انت، هقول لك ليه. انت ما عملتش سيرش على السبلاير، او ما عملتش سيرش على الايتم دي قبل ما تعمل ريكوست دي، تمام؟ تمام تمام فلو حضرتك يعني بتتكرر قدامك المشكله دي، عشان تبريفنت المشكله دي ما تظهرش قدامك تاني، ان حضرتك وانت بتنزل الريكوست ده
قبل ما تنزله تبص عندك في الحاجات اللي انت عملتها قبل كده، هل موجود الاسم ده موجود ولا لا، هل السبلاير ده موجود ولا لا. ده واحد. اتنين، لازم حضرتك تسحب الريفيجن اللي هو زيرو ده، لان ده هيعمل كونفليكت معاك بعد كده في ان انت عندك تو سبميتلز او تو ريكويست بنفس الاسم، وماتيريال مثلا بنفس الاسم وبنفس كل حاجه، السبلاير وكل الداتا، بس هتلاقيك مش عارف تتراك مين، لان وارد ان واحد ياخد فيهم مثلا اكشن سي، هتلاقي نفسك انت بترجع للبي، والبي التاني ده مش حقيقي، فاهمني؟ يعني الاكشن كود انت دايما بتمشي على اخر اكشن كود انت واخده. ففرضا انت مشيت في الريفيجنز ده مثلا اللي انت عملته جديد ده، الريفيجن بتاعه بقت اتنين، وهو خلاص خد مثلا سي، فده كده وقف بالنسبه لك، ده مش ابروف. بس الابروف ده انه الاولاني اللي كان ريفيجن زيرو المفروض يطلع على ريفيجن تو. فدي حلها ان حضرتك تكنسل اللي هو النمبر الجديد ده، وترجع تعمل ريفيجن تاني للنمبر القديم عشان يبقى سهل. طيب هو لحد لاخر موقف ليه ان هو ما تردش عليه لسه، فاحاول اسحبه. تمام، لو ما تردش عليه تقدر تسحبه وتقدر تدخله، بس هل انت الرقم ده ما تلاقيش رقم بعد منه تاني؟ السيريال ده ما خدش سيريال تاني بعد منه؟ لا، في سيريال بعد منه. طيب عشان كده ده بقول لك، عشان كده ده هيبقى في النص فاضي، فده هيتكنسل في النص، حضرتك هتكمل بعد كده السيريال زي ما انت خليه بقى في رقمه. تمام، احاول اسحبه وادخله ريفيجن. ايوه بالظبط. تمام، شكرا. ماشي يا فندم، العفو. باشمهندس محمد الشراوي، اتفضل. دكتوره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره، بعد اذن حضرتك، بالنسبه للتاسك بتاع اليوم، هل مثلا في اكسل شيت او بي دي اف او في مثلا فورم معين الواحد يقدر لو انا عملت الفورم يبقى فيها التاسك؟ تمام. يعني هو التاسك نفسها في ان حضرتك تصمم البروسيس بتاعت اي بروسيس انت تختارها، تمام؟ اللي انت بس تقدر ان انت تبروسيس، يعني تكتب البروسيس دي وتحددها، وتكتب مين الاشخاص المعنيين فيها، مين الاشخاص المسؤولين، البروسيس بتتم ازاي، ايه الشروط بتاعتها، التايم فريم بتاعها بيبقى قد ايه. بس طيب، واضح كده ان احنا خلصنا الاسئله. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه، هستنى منكم التاسك باذن الله قبل يوم السبت ان شاء الله، يوم الجمعه بالليل، وهنحدد ان شاء الله، هنخلص الشات باذن الله، ونحدد الناس اللي كانت متجاوبه معانا النهارده ان شاء الله باذن الله، ونكمل معاكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، برعايه الله.